صباحي طيبة مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على القناة الوطنية الأولى. كما تعودتوا بينا مع الناس معكم نكونوا في ساعتين من زمان نحكي طبعا الأخبار الآنية والوطنية، واليوم نقترح عليكم زوز مواضيع. مقطع فيديو لوزير الداخلية الإيطالي الأسبق يثير ضجة في تونس ولدى الجالية التونسية في إيطاليا، باش نتابعوا التفاصيل بعد قليل، ويكون سيد فوزي العبيدي والد المتضرر معنا عبر الهاتف مباشرة من إيطاليا حتى نحكي أكثر حول هذه الحادثة، وخاصة منها طبعا جانبها اللي تحدثوا فيه اليوم أنه تشهير بسمعة التوانسة، لأنه المسألة لقات صدى إعلامي ونشر الفيديو في جريدة إيطالية خلى المسألة تاخذ أكثر من حجمها. بعد قليل نفهم كل الإشكاليات هذه، لكن في الجزء السياسي نتابع مع بعضنا المشاورات اللي انطلقت اليوم، عدد من الأحزاب اللي كانوا في لقاء السيد الياس الفخفاخ. في الجزء السياسي نحكيه أيضا على اختيار السيد الياس الفخفاخ وأهم التأويلات اللي تحطوا عليها الأسباب حول معايير اختيار السيد الياس الفخفاخ. وفي الجزء الثاني المشهد كيفاش باش يكون مع حكومة مصغرة أم لا، كل التفاصيل في الجزء الثاني مع قلب تونس. أيضا باش نحكيه مع عديد من الضيوف اللي يكونوا حاضرين معنا، رئيس كتلة تحية تونس سيد موسى بن أحمد وحاتم ليكي قلب تونس، وأيضا سيد عبد اللطيف العالوي النائب مجلس نواب الشعب عن ائتلاف الكرامة في الجزء الثاني من البرنامج. في الجزء الأخير يكون عندكم موعد مع قسم الرياضة ونتابع مع بعضنا كأس الأمم إفريقيا كرة اليد في الجزء الأخير من البرنامج. لكن قبل هذايا باش نحكي على الحادثة اللي صارت، إهانة مهاجر تونسي في إيطاليا، واليوم ممكن نجمو نحكي على رفع قضية ضد سالفيني وزير الداخلية السابق أم لا، بعد قليل التفاصيل. لكن للحوار حول هذا الموضوع يحضر معنا سيد النائب مجلس نواب الشعب عن دائرة إيطاليا القائمة المستقلة كلها توانسة سي سامي بن عبد العالي، مرحبا بك. شكرا على قبول الدعوة. شكرا. بعد شوية سي سامي نحكي، وانت تبعت هذه القضية بكل التفاصيل وكنت باتصال مع العائلة وعلى الجالية التونسية أيضا في إيطاليا، ومعنا منجي الخضراوي رئيس تحرير البرنامج ومعنا أيضا في التعليق بعد قليل. لو كان تحبوا نرجعوا حول تفاصيل هذه الحادثة مع زميل وجيه النمر في هذا التقرير ثم نعود. إهانة جديدة تعرضت لها عائلة تونسية مقيمة في مدينة بولونيا في إيطاليا نهار 3/21 جانفي 2020. الإهانة هذه قام بها وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ماتيو سالفيني وزعيم حزب الرابطة، اللي في إطار حملته الانتخابية للانتخابات الإقليمية في إيطاليا قام برن جرس منزل مهاجر تونسي وسأله هل هو تاجر مخدرات ولا لا. الحادثة هذه أثارت استنكار عدد من التوانسة المقيمين في إيطاليا، خاصة بعد قيام عدد من وسائل الإعلام الإيطالية بنشر فيديو للحادثة هذه، الشيء اللي اعتبروه إهانة لكافة أفراد الجالية التونسية في إيطاليا، كما قام عدد منهم بوضع محامي على ذمة العائلة التونسية اللي صارت لها الحادثة هذه بهدف رفع قضية ضد ماتيو سالفيني. من جهتها السفارة التونسية في إيطاليا اتفاعلت مع الحادثة هذه واعتبرت أنها استفزاز تعرضت له عائلة تونسية من قبل عضو مجلس الشيوخ الإيطالي ماتيو سالفيني. وأكدت السفارة أنه سفير تونس وجه رسالة لرئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي عبر من خلالها على استنكاره للعملية الاستفزازية هذه اللي تمت طريقة غير قانونية وأمام وسائل الأعلام دون احترام الحرمة منزل العائلة المعنية، وهو ما يمثل تشويه لسمعة الجالية التونسية عند الرأي العام الإيطالي، كما أعرب السفير على إدانته للسلوك المشين هذا اللي قام به عضو في مجلس الشيوخ الإيطالي واللي تعرض مع صفته كعضو مجلس الشيوخ. هذا وعبرت عدد من المنظمات التونسية على إدانتها للحادثة هذه، من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اللي اعتبر أن الحركة الاستعراضية الشعبوية هذه جي في سياق تنامي كراهية الأجانب وتحديدا التوانسة في الخطابات والسياسات اللي ينتهجها اليمين المتطرف في إيطاليا، وعبر على استعداده للدعم القانوني لكل مجهود يهدف للتتبع القانوني المقام به سالفيني أمام المحاكم الإيطالية أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. طبعا أمام عدسات الكاميرا ماتيو سالفيني يقوم بهذه الحركة ويستهدف عائلة تونسية، والطفل كان قاصر، طفل عمره 16 سنة تقريبا، هو اللي هز التليفون واللي قال له سالفيني أنه عائلتك تبيع في المخدرات، وهذا كان صدمة للطفل هذا لأنه العائلة هذه عائلة تونسية تخدم على روحها في إيطاليا ما عندها حتى علاقة باللي تهموا به. طبعا وزير الداخلية السابق سالفيني، ومعنا السيد فوزي العبيدي والد المتضرر من إيطاليا. مساء النور سي فوزي، مرحبا بك. مساء النور، عايشك عشقتي. عايشك سي فوزي. كيفاش صارت الحادثة وانت تسكن في بولونيا اللي هي مدينة إيطالية
في العمارة هذية، وكيفاش صارت الحادثة بالذات؟ ولدك هو اللي رفع السماعة ومتاع الباب، يا أخي لقى روحه أمام مواجهة أمام وزير الداخلية السابق الإيطالي في حملة انتخابية يستهدف فيها معناها بالألفاظ هذية اللي اعتبرت وسميت بالعنصرية تجاه العائلة التونسية، وخاصة أمام الكاميرات وكان بوجود وسائل الإعلام عدة. سي فوزي، انا كنت نخدم في العشيه وروحت، فهمتي، عملت دوش كل شيء وروحت، فهمتي، قعدت طيب في العشيه نتاعي. وبرغم المدام نتاعي ايطاليا ان هي بعثتها لتونس، ما عنديش حتى 4 ايام، جبت تعدي 10 ايام في تونس هي واختي. وقعدت 3 ايام وديجا رجعت اليوم، رجعت على المشكله هذيا كلها، رجعت فهمت. ونسمع، سمعت التليفون، فهمتني، ضرب التليفون نتاعي الناقوس، مشى ولدي، فهمتني، شكون ما حبش يقول اسمه، فهمتني، ما حبش يقول اسمه. هذا احنا بيخلي السماع، انا ما عند ولدي، انا قلت له شكون، فهمتني، قال لي يا اخي انتم قالوا في الحومه اللي انتم تبيعوا وتعملوا تبيعوا في المخدرات. قلت له شكون اللي قال لك الحكايه هذه؟ قال لي الناس تحكي كل شيء، فهمتني يا اخي، انا ما نكذبش عليك، لزمت ولدي، قال لي قعد بيها، فهمتني، عملت كي سكرت عليه، فهمتني، وما حبش يقول حتى اسمه هو. لكن كانوا فما قنوات، وكانوا فما معناها كاميراوات وهذا كل كان معناها. سي فوزي، باش الناس تفهم معنا، انت سي فوزي تخدم، مقيم في ايطاليا، عندك مده، اوراقك منظمه، تخدم تسوق في شاحنه في ايطاليا، كيفاش الوضعيه؟ خلي الناس تفهم كيفاش صار بالضبط. انا جيت ايطاليا عمري 17 سنه، اليوم انا عمري 58 سنه، متزوج مرة ايطاليانيه من اللي عمري 23 سنه، عندي 4 وليدات، 2 بنات، واحده اسمها اورورا 36 سنة، ومحمد علي، سارة، وياسين الصغير. عندي زبنات يعيشوا في أمريكا زوج، وعندي ولدي بطل إيطاليا 5 مرات في الملاكمة، الوزن 57، معادل توا عمره 31 سنة، وعندي ولد صغير عمره 17 سنة توا قاعد يكور ويقرأ، فهمتني، وسافا الحمد لله. وأنا نخدم، فهمتني، نخدم، عندي برشا نخدم. ولدك تأثر سي فوزي؟ ولدك بحذاك احنا نجمو نكلموه ولا لا؟ لا انا مازلت بحث الخدمه، مازلت خارج من الخدمه. باهي سي فوزي، ما يسالش، لكن احنا حبينا معني نشوفوا، ما يسالش، ولدك معناها تاثر بالحادثه، خاف، سالك، قال لك شنو هو الكلام اللي يقولوا فيه، شنو هو هذا اللي صاير لنا، شنو اللي صار بالضبط؟ لا بالعكس، قلت بالعكس، وجهه ولا تقريبا فاش كوزي كوزا ستوري، شنو هو الحكايه ذي اللي فهمني؟ قال لي ديفي كمال سوبيتو لماما، لازم تعيط لامي سوبيتو سوبيتو ترجع لهنا، وفهمني خاف، معناها خاف سي، فهمت. سي فوز بي، وانا البارح، مشيت، ما نكذبش عليك، مشيت انا قدمت به شكايه، وهو والسيده هذيا اسمها ريتا، يعني قدمت شكايه اليوم سي فوزي، معناها فما تعاطف كبير من الجاليه التونسيه، وتقريبا مش كانت تونسيه بركه، برشا ناس خذت الحادثه هذه اللي تنشرت في جريده معروفه في ايطاليا، ريبابليكا هكا سي فوزي، معروفه في ريبابليكا، الكارديلو نتاع البلاد اللي عايش فيها انا، يرحم والديهم الجاليات الكل التونسيه والمغاربه والكل والجزائريه زاده والتوانسه، فهمني. ونشكر زاده السيد السفير اللي في روما، ونشكر القنص اللي في جنوبا، ونشكر الولاد الكل التوانسه، ونشكر تونس كامله زاده. باهي سي فوزي، اليوم فما قضيه، معني رفعتوا قضيه ب سالفيني في علاقه بالحادثه اللي صارت؟ سي انا عملت به قضيه البارح، مشيت ديريكت مون، فهمتي، مع الاربع نتاع العشيه، قريب ساعتين، فهمتني، من كلمت برميسو نتاع خدمه، مشيت وكلمت محاميه، بديت تكتب في التقرير. واليوم عندي مع حكايه، انا جا لوتار، حكايه 6:30 7 عندي رونديفو، فهمني، كلمت مدام جيت ما استعملتش، ما شفتهاش جمله، انا مازلت من توا فوق الخدمه، انا توا مروح، وان شاء الله فهمني نمشي نهز مدام وولدي، نمشي ونكملوا الاجراءيات الكل. شكرا لك سي فوزي العبيدي، كنت حاب تسالوا حاجه منجي ما كانش نختموا الحوار معك سي فوزي العبيدي. طبعا احنا نقولوا من نجم نقولوا كان متضامنين معك، على خاطر انت كنت في دارك مع عائلتك، تخدم بامورك واضحه سنين، وانت عايش في ايطاليا، وتلقى روحك وقت حمله انتخابيه تواجه مثل هالتصرفات هذه. نشكرك برشا على التواصل معنا سي فوزي، شكرا. ميرسي عايش. سي سامي بن عبد العالي، اليوم مثل هالممارسات هذه، الحملات الانتخابية تي في إيطاليا نعرفوا اللي فما، لكن اليوم الاستهداف الجالية كامل على خاطر التشهير كان في وسائل الإعلام، هذا الفيديو تنشر
تقريبا في وسائل الاعلام الايطاليه ومس الجاليه التونسيه الكل، بما انه الشخص اللي توجهت له الكلام هذا والاتهامات هذا هو معناها تونسي وعايش في ايطاليا. احنا الحقيقه الحادثه هذه مست التوانسه اللي موجودين في ايطاليا الكل، وما مستش التوانسه اللي موجودين في ايطاليا الكل، مست التوانسه اللي موجودين في الخارج الكل، لانه الممارسات هذه ممارسات اليمين، اليمين هذايا اللي موجود معناها في اوروبا، ممارسات معناها ولات الحقيقه ممارسات كراهيه ضد التوانسه اللي موجودين في الخارج. وبالنسبه لسالفيني، احنا سالفيني متعودين به، ربما التوانسه ماهمش متعودين به، لا احنا في ايطاليا متعودين به، واللي الشو نتاعو هذوما نعرفوهم، لانه حملاته الانتخابيه الكل بناها على المس من سمعه المهاجرين وضد المهاجرين اللي موجودين معناها سواء بصفه شرعيه او بصفه غير شرعيه. وكانت معناها الحقيقه كل ممارساته عدائيه للمهاجرين الموجودين في ايطاليا. وكان الحقيقه من جمله الاشياء اللي تم التشهير بها هو التوانسه، مره التوانسه يروج شوف المخرات، ومره التوانسه يقوموا معناها باعمال ما يشبهها، ومره التوانسه هما اللي شجعوا على الارهاب وارهابيين. معناها في كل مناسبه وين فما حمله انتخابيه ولا فما اي فرصه باش يمس من سمعته من كرامه التوانسه، معناها الا وبذل معناها مجهود كبير. لكن الحقيقه احنا زاده كنواب وكمجتمع مدني وكجمعيات في ايطاليا، وهذه مناسبه باش نتوجه بشكري وامتناني معناها لكافه ابناء الجاليه اللي لتفاعلهم، وباش تكون ان شاء الله معناها يوم 1 فيفري يوم معناها باش تجتمع فيه كل التوانسه في كل مناطق ايطاليا، من ميلانو لبولونيا لبيروجا روما الباليرمو، من كل معناها المدن الايطاليه، باش نعبروا على معناها ندوا بالشيء اللي قام به هذا الوزير السابق للداخليه الايطاليه، عضو مجلس الشيوخ الحالي هو ماتيو سالفيني، وباش تكون معناها مناسبه للتوانسه الكل ليد في ليد، باش يعبروا عن رفضهم للممارسات هذه من المس من حقوق التوانسه ومن كرامه التوانسه. سي سامي، اليوم السفاره ايضا السفاره التونسيه وجهت رساله ايضا لمجلس الشيوخ الايطالي، معناها عبرت فيها على استنكارها للحادثه هذه غير الاجراءات الاخرى، معناها اليوم رفع قضيه بعضو مجلس الشيوخ الايطالي في ايطاليا. كيفاش تاخذ مجرى سي فوزي يقول لك فما اجراءات لازمني نعملها؟ كيفاش معناها هل عندها وقع عن صدى؟ اكيد باش يكون عندها صدى كبير برشا في ايطاليا. احنا لو فات هو انه معناها التوانسه ضامنت وزادت معناها ضامنت مع العائله هذه، والدبلوماسيه معناها مشكوره زاده معناها تفعلت، معناها لانه بعد المقال الرد اللي رديت عليه، خاطر انا رديت عليه في نفس المجله ريبوبليكا تقريبا مع الساعه 10 صباحا، وبعد معناها بعد ذلك معناها المراسله اللي قام بها نوت فيربال اللي قام بها سعاده سفير مشكور في ايطاليا الرئيس مجلس الشيوخ، وبعد معناها الاخوه زاده اعضاء مجلس النواب والجمعيات والمجتمع المدني قاموا بالتنديد واستنكار الشيء اللي قام به سالفيني هذا. لكن الموضوع ماهوش باش يوقف لنا، لانه هذه باش تكون درس لكل من يخول نفسه باش يمس من كرامه التونسي مهما كان، لانه جاليتنا في الخارج وجاليتنا في تونس معناها خط احمر. احنا جاليتنا في ايطاليا جاليه سليمه، ناس تخدم على رواحها، ناس قاعده تساهم حقيقه في دفع عجله الاقتصاد الايطالي وزاد، وقاعده تساهم معناها في الاقتصاد التونسي. اليوم يلزمهم التوانسه ما يتمسش كرامتهم وتكون الحفاظ على كرامتهم وعلى مكاسبهم، وما نسمحوش حتى الشخص مهما كان، لانه تعرف اختي توا هذا راهو حزب معناها وصل عنده 33% معناها على في ايطاليا، حزب كان في انتخابات 2018 عنده 17.3%، اليوم وصل 33، معناها غدوه ينجم يكون نلقاه غدوه ماتيو سالفيني هذا رئيس حكومه ولا رئيس جمهوريه، ولا اليساري هو اليمين معناها اقصى اليمين ينجم يكون هو في الحكم معناها في السنين القادمه. هذه الكل لازم نقراو له حسابه. اذا اليوم ما يتمش تفاعل بالطريقه هذه من المجتمع المدني ومن الجمعيات، يعني مثلا ماهيش مجرد الحادثه، لكن من بعد كيفاش باش يكون؟ اذا كان يكون عضو مجلس شيوخ وهو اليوم في حمله انتخابيه، منجي اليوم ما الممارسات الفرديه والتجاوزات اللي نحكيو على ترويج المخدرات او غيره في ايطاليا ماهيش منسوبه الجنسيه، ماهوش خاطر هو تونسي هز عليه التليفون ولا يعرفه تونسي قال له انت تبيع في المخدرات، الوغ الراجل كنا نحكيو معاه اللي هو مكون عائله من سنين وموجود في ايطاليا ويحكي على اولاده، وولده بطل في الملاكمه في ايطاليا. هو المساله ماتيو سالفيني هذا يميني، وهو انشا في الحركه القوميه الجديده في ايطاليا، ثم ربط او حزب ربط الشمال الايطالي، وتو وصل تقريبا للثلث، يعني 34% او اكثر او اكثر شويه، وكان في الاتحاد الاوروبي ووزير داخليه.
باش تعرف اليمين في اوروبا للاسف هذا لابد ان نقوله الذي يمارس جرائم ضد المهاجرين ويمارس نوع من التمييز العنصري ويمارس نوع من التمييز ايضا الاجتماعي ضد حتى فقراء ايطاليا انفسهم وضد المهاجرين يعني يقومون بعمليه عزل احيانا للمهاجرين وللفقراء. هذا اليمين اللي انشا في بريطانيا انجلترا تحديدا في ايطاليا اسبانيا في فتره ما فرنسا للاسف لابد ان نعترف انه جزء مهم من المهاجرين كانوا يصوتون لهذا اليمين ويساندون هذا اليمين. ماتيو سالفيني احد مساعديه مغربي وعنده وحده تونسيه معه. بيرلوسكوني كانوا معها تونسا. يعني تشوف اليمين الفرنسي لوبان معها تونسا ومعها مهاجرين. يعني المهاجرين انفسهم اصبحوا يمارسون اليمينيه ضد انفسهم ضد مصالحهم، ثم بعد تحدثوا عن العنصريه. وهذا لابد من العتاب يوجه اليهم. طبعا احنا لسنا في وارد مهاجمه المهاجرين او العنصريه ضدهم. نحن هم اولادنا، اولاد تونس، واحنا اولادهم. فقط للوم انه المهاجرين في اوروبا وفي الشرق، وهذا لابد ان نعترف به، ما عادش يدخلوا في العمله الصعبه لتونس. تعرف شنو يعملوا؟ وتعرف انت جيدا كيفاش تتم العمليه. يجوهم اشخاص معينين ياخذوا مثلا باش يدخل 20,000 اورو، باش يعملها يعطيها للسيد هذا 20,000 اورو وهو يتلقى الاموال التونسيه من عند عائلته في تونس. يعني اضرار بالاقتصاد الوطني. وقت تمت المواجهه مع الارهاب 2011 2012 13 جزء كبير منهم فضل انه يمشي يصيف في الكاريب ويصيف في اسيا ورفضوا المجيء لتونس، بل اعتبروها ان هي بلاد الجحيم. اكثر من هذا، المهاجرين وليس الجميع اصبحوا يساندون الحركات الفاشيه والنازيه الجديده في المانيا واصبحوا يعني يساندون اقصى اليمين. اي طبعا ليس الجميع طبعا، انا لا اعمم، ولكن تعرف هناك من المهاجرين من مول هذه الحملات. بل اكثر من ذلك، في فرنسا بعض اولئك الذين تورطوا في اغتيالات في تونس ارسلوا من فرنسا. بل اكثر من هذا، منهم من اصبح يشتغل على الكونترا ويشتغل في المثلث اوروبا الصين تونس. طبعا عندنا مهاجرين كفاءات، وللاسف جزء منهم هم الكفاءات اللي صرفت عليها تونس في الطب في الهندسة، كفاءات مهمة جدا. عندما احتدت الأزمة بتونس يؤسفني أنا أقول أنهم اختاروا ترك هذه البلاد ومسيرها، ولكن تونس كعادتها ولادة وواقفة وستقف. المطلوب من المهاجرين هو الكف عن مساندة هؤلاء اليمينيين العنصريين. المطلوب من المهاجرين هو دعم الاقتصاد الوطني، لأنه اللي يبعثوا فيه العملة الصعبة حماية أنفسهم قبل حتى من، لأنه اليوم اللي قاعد يتحرك في أوروبا المهاجرين يتحركوا بفضل المناخ المدني الموجود في اوروبا. لو كان جت الدنيا دنيا راي اليوم تونس واقفه والدول العربيه واقفه على ما جرى لهذا المهاجر من اهانه، لانه اهانه لكل عربي ولكل مهاجر، لانه هم يتحركوا بفضل الديمقراطيه الموجوده في اوروبا. لانه هناك من يتمتع بتلك الديمقراطيه في اوروبا ويريد ان يحرمنا منها ويقدم لنا نماذج الخلافه وغيرها. طبعا نحن بناخذ اكثر ما يمكن من مكالمات هاتفيه بعد قليل من نشطاء في المجتمع المدني وايضا رؤساء جمعيات ناشطين في ايطاليا واللي تحركوا اليوم حول هذا الموضوع، ولكن ايضا فيما يتعلق بممارسات عضو مجلس الشيوخ ووزير الداخليه السابق في ايطاليا، فانه كانت هناك اجراءات تعبت برشا توانسه ومنهم سيد عبد الله مقيم بايطاليا، ايضا اللي صارت عليهم كانوا نوع من عمليه التحايل باش يسويوا اوراقهم، هما اليوم محامين ايطاليين واقفين معاهم باش يسويوا هالوضعيه هذه، واللي هما اليوم مهددين بالرجوع لتونس بعد اللي هما عايشين 9 سنين و10 سنين في ايطاليا. سي عبد الله مساء النور ومرحبا بك. السلام عليكم. مرحبا بكم وكل مرحبا بالساده المشاهدين. سي عبد الله انت تونسي عايش في ايطاليا، كيفاش صار بالضبط وقت اللي عيطوا لكم للكستوره كما انتم تقولوا باش تسوي وضعيتكم واوراقكم بعد ما وصلتوا غديكا، تفاجأتوا انهم عيطوا لكم باش ياخذوا لكم اوراقكم ويقولوا لكم تروحوا في ظرف 9 ايام وراء هذا القرار مره اخرى سلبين؟ كي احنا نخدم تو حاليا متراسم، ومن 2019 من مارس 2019 نخدم معنا متراسم وبداري وعندي شهاده اقامه وكل شيء معنا نخدم مريقل. يكلموك معناتها هما كلمونا على اساس معناتها تعالى باش تشتري البرميس نتاعك باش تهز البرميس للسجون. كي جيت باش نهزها فك من الاوراق على اساس قال لك معناتها انت ما عادش عندك الحق يعني في اللجوء هذايا انت تخدم
اللورا ما عندك الحق في الـ هم المفروض يعني. عبد الله يصير تجديد الاوراق في كل مره في كل مده هكا ولا حسب وضعيتك اذا كنت تخدم وتكون معني عندك سيره وكل هكا ولا في خاطر هو في القانون تاعهم هم كحلوا اعطونا نتاع اللجوء قال لك تدبر معناتها كونترا معناها رسمي تخدم ريغولا يعطوك اوراقك عملنا مره الاولى جيت في 2011 عملنا كونترات عطونا برميس ثلاثة شهور ستة شهور ثلاثة مرات عملنا بلوكو عاودوا حلوا لجوء آخر عملنا فيه نفس الحكاية توك عملنا معناتها بلوكوها مرة أخرى مش فاهمين احنا الفلوس كلها تمشي للمحامي ومحامي الأول أصلا مش فاهم حتى شيء معنا إنسان يخدم لا عندي لوسخ لا عندي حتى شيء لاني تاجر حتى شيء نخدم معنا عندي شهادة إقامة ونخدم كراسي لاباس معنا ما فهم حتى شيء مش عارف أني تو يعني تو فكركم اوراقكم على اساس يلزمكم تروحوا في ظرف 9 ايام ايضا في ظرف جمعه معناها في ظرف عندك جمعه اما تروحي يروحوا بيك معناها تو دخلت محامي معناها دخلت محامي المحامي طلب علي على الاقل اول شيء 1500 باش تدفعهم طبعا باش تشوف القضيه معناها ما فهمتش يعني ما فهمتش باش نعمل بالقنصليه باش تعمل كيفاش مانيش فاهم باهي عبد الله هو بحضرنا سي سمي بن عبد العالي ايضا نائب نواب الشعب ممكن نستفسروا منه لانه برشا التوانسه اليوم كي سمعوا انه باش نتناولوا هذا الموضوع اغلبهم كانوا يتصلوا انه فما اشكاليات معناها كي ناخذوها من جانب الاجراءات اليوم القوانين كيفاش نجموا اليوم نحكيوا على الوضعيه نتاع التونسي غاديكا وخاصه اذا كان يكون كيما سالفيني عنده سلطه معينه فانه باش ياخذ الاجراءات الاقصى أكيد. لترحيل التوانسه واقصائهم من العيش في ايطاليا. اكيد هو بالنسبه للموضوع هذا يتحب له ساعات، انتم مشكورين اليوم اللي في البرنامج نتاعكم معناتها تراتوا للموضوع هذا، لكن انا نقول لك معناها موضوع اللجوء هو اشكال كبير، اشكال كبير لانه اللجوء القانون اللجوء معناها في ايطاليا يتعطى للبلدان اللي فيهم معناها حرب. معنا كيما سوريا ولا العراق ولا ليبيا ولا غيره، وقت اللي صارت معنا بعد الثوره في 2011 معنا اعطت القانون الايطالي معنا خول التوانسه هذاك علاش هو يقول 9 سنين خول التوانسه باش ياخذوا الامكانيه باش ياخذوا معنا حكايه اللجوء، لكن باك تعرف القوانين والقرارات معناها تتغير وتتبدل وتوا الايطاليين ما عادش حاجتهم بالمهاجرين، هذا موضوع واضح، تعاملهم هذا ومعاملتهم اظن لجماعه اليمين يعني ممكن يربح ناخبين في هذا الجانب اذا كان يعمل حمله بنفس الطريقه بالضبط. اليوم احنا علاش نتكلموا تو على سناتوريا على ريغوليزاسيون معناها قانون تسويه وضعيات التونسيين الموجودين، هذا جابته جماعه اليسار اللي يحكموا تو معناها في ايطاليا اليمين معناها كان رافض جدا بالعكس يخليه معناها الناس تموت في البحر وما يخليه المهاجرين غير الشرعيين معناها يموتوا في البحر وما ينقذوهمش معناها في خلاف مع معناها كل القوانين الدوليه لكن هذا اليوم قاع اليسار خول باش يخول ان شاء الله معناها باش تكون في الـ في الـ في الاشهر القادمه باش تكون معناها قانون تسويه الوضعيات معناها للتوانسه اللي موجودين بصفه غير شرعيه او بغير قانونيه واللي داخلين بصفه غير نظاميه او انتظاميه. الإشكال أختي مشكلة أخرى كبيرة برشا، إحنا عنا مشكلة سوء تعامل هذا موجود واستغلال فاحش من المحامين الإيطاليين للتوانسة موجود، تلقاه معناها في مشكلة دوريان دو توتا معناها يصرف عليها التونسي 3000 و4 و5 و6 و7000 يورو لأنه تعرف المحامين في إيطاليا المحامي ما يتحرك إلا ما ياخذ كما يقول لك سي عبد الله 1500 يورو 2000 يورو هذا شيء معروف، وإحنا هذاك علاش نشجعوا في أبنائنا باش يوليو هما محامين ويدافعوا هما على أولادنا وعلى التونسة اللي موجودين في إيطاليا يكونوا محامين في إيطاليا ويقراوا في إيطاليا أولادنا اللي يعرفوا قانوننا ويعرفوا لغتنا وينجموا يكونوا أقرب للتونسي. شوف أختي ما يغير على التونسي إلا التونسي راهو تلاين مهما كانوا الايطاليين راهو باش يكونوا ناس تخمم على في مصالحهم طبعا. احنا عندنا مشاكل لان شكون يدافع عليكم خاطر هذا زاد بحد ذاته هو منطق عنصري ما يغيروا على التوانسه كان لا في انجلترا اللي ضرب مع التوانسه الجزائريين في العديد من المشاكل يكونوا المصريين اللبنانيين الجزائريين حتى الليبيين مع التوانسه وحتى من دول اخرى من امريكا اللاتينيه في الكثير من المواجهات بل نزيدك اكثر من هذا انه وصلوا في فتره يابانيين قاتلوا الى صف اللبنانيين ضد الجيش الاحمر الياباني ضد الصهاينه لكن يعني نحب نقول لك انه اليوم الانسانيه يلزمها تمشي في اتجاه اكثر انسانيه بمعنى موضوع المهاجرين هذا لو يعالج ايضا في تونس ويعالج في اوروبا اليوم وقت تم ازمه اقتصاديه عالميه أول ما تأثر على وضع المهاجرين لأنه اليوم أصبحت المهاجرين هم بيدهم أصبحوا ورقة تستعمل سياسيا ليس فقط في إيطاليا في كل أوروبا وفي الدول العربية شفناها في فرنسا هناك دول تهدد بالمهاجرين تشوف أنت بين أمريكا والمكسيك تبنى جدار كامل يعني وأصبح حتى تحت الأرض
لكن الوضعيه في ايطاليا مختلفه. فقط انتم في ايطاليا، في ايطاليا عندكم وعدد كبير، عندكم قدره على التاثير على المشهد السياسي في ايطاليا. انت كنت تتحدث شكون يقف الى صف المهاجرين وشكون يقف ضده. انتم ادرى دائما اهل مكه ادرى بشعابها، ولكن انكم تدعموا اليمين المتطرف وان المهاجرين يمولوا اليمين المتطرف، لانه ثم اظهر نظريه اخرى عند بعض المهاجرين يقول لك هما بيدهم، يقول لك يجب ان نكف وتقف حركه الهجره، لانه هو سيسلكها، هو العائله نتاعه ماذا به تقف، ما يصيرش منافستهم والكثره نتاعهم، ولا ثم نوع من العنصريه اصلا بين المهاجرين في انفسهم. وهناك جرائم يرتكبها بعض المهاجرين في بعض العمارات في ايطاليا بالذات في فتره 2011 2012، كانوا بعض المجرمين من العرب يفرضوا على نسائهم وعلى المثقفات غادي انهم يلبسوا لباس معين وانهم يتصرفوا تصرف معين، وارادوا انهم يخلقوا نوع من الكوميتا الثقافيه فيما بينهم تطرح فيها يعني سلوكات همجيه وقراصيه، وهذا صار. هذا سيمونجي، اشوف سيمونجي انا ما نحبش نخالفك، لكن نقول لك اشهد ويحفظ ولا يقاس عليه. ايطاليا اللي يعرف ايطاليا راهو ايطاليا عندها خصوصيات ماهيش الجاليه موجوده في فرنسا. ايطاليا صحيح بعد الثوره صارت بعض التصرفات اللي معناها الحقيقه معناها معزوله ما في عندها شو، لكن اليوم تضامن التوانسه مع التونسي هذه ومع العائله التونسيه اكبر دليل اكبر دليل انه التوانسه راهم ينتميوا الفكر معين بكلهم. تمس تونسي رانا باش نقول اول سامحني اول خليه مارست الارهاب في افغانستان وخرجت من افغانستان بعد حرب البوسنه اسمها خليه ميلانو، وتحب نذكرك بالاسم وتعرفها بكذا. اولئك الذين كانوا يستعملون بعض مجاري الصرف، راهو هذا مش نقول فيه ضد المهاجرين، وعلاش تمديد المهاجرين بالوقوف مع مصلحتهم على المهاجرين العرب. علاش علاش في ايطاليا ما صارتش حتى حتى مش على مصالح عمليه ارهابيه سياسيه؟ نعم بالله نسالك علاش ما صارتش حتى عمليه ارهابيه في ايطاليا؟ اي ما صارتش. لا كيفاش ما صارتش؟ علاش شدوا من واحد؟ شدوا تونسي كان عنده صرف كان باش ينفذ عمليه باسلحه خطيره باسلحه. لكن احنا خلينا في نفس الجاليه التونسيه جاليه سليمه في ايطاليا وجاليه كاتحه وجاليه تخدم على روحها. الشاذ ويحفظ ولا يقاس عليه. ومساهمه الجاليه التونسيه في 2018 32% من العمله اللي موجوده في البنك المركزي جابوها تونس في الخارج. خلينا ناخذ معنا محاميه ونشطه. مش كل المهاجرين هكا، اما باش تعرف لانكم انتم دوركم كمثقفين في اوروبا انكم تقفوا في وجه قايمين بدورنا، والمجتمع المدني مشكور قايم بدوره، والخيال الكل والدبلوماسيه في ايطاليا قايمه بدورها، واحنا الكل قايمين بدورنا، وحتى حد ما يسمح روحه يمس من سمعه التونسي وكرامه التونسي. باش ناخذ ايضا معنا سيده يسرى الهديلي محاميه وناشطه في المجتمع المدني ايضا من ايطاليا. مرحبا بك سيده يسرى. وسيده يسرى مرحبا بك، مساء النور. مرحبا بكم. طبعا اليوم فما تحرك كبير من المجتمع المدني كما قال منجي، المثقفين انتم في ايطاليا في مثل هالممارسات هذه ما تسمحوش بها. اليوم استاذه اليوم يقول سي فوزي كنا معاه في ربط بالهاتف منذ قليل، قال باش نرفعوا قضيه بعضو مجلس الشيوخ سالفيني بالمعنى الحادثه اللي صارت اثناء حملته الانتخابيه البارح. شوف مدام، انا باش نركز على الناحيه القانونيه، معناها التصريحات اللي قام بها ماتيو سالفيني بالفيديو اللي تم نشرها في عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي تثبت اللي هناك العديد من العناصر اللي تكون موضوع شكوى، واللي هي متمثله في خرق القانون المتعلق بالبرايفسي، خاطر صار التهكم على العائله كما شفتوا في الفيديو نتاعو هو والوالد والطفل. الو نسمع فيك استاذه. نسمع فيك. الو الو استاذه نسمع فيك. كانت تسمع فينا منعش. الو نسمع فيك استاذه. ما نعرفش كان فما مشكل في نعاودوا الاتصال بك، لو كانت تسمعنا معناها نحب نفهموا الجانب القانوني، كنت تحث على الجانب القانوني، يبدو ان فما اشكال في الاتصال، نعاودوا نتصلوا بها كان ممكن حتى ناخذوا اكثر ما يمكن من معطيات. قلت لي فما برشا جمعيات، الاستاذه يسرى هي محاميه في ايطاليا واليوم تحكي على الجانب القانوني وناشف في المجتمع المدني، ماذا بينا ناخذوا رايها بعد قليل نعاودوا نتصلوا بها. سي سامي اليوم مثل الحادثه هذه ما كانوش، قلت انتم مستنسين بالممارسات هذه وانتم عايشين غادي تعرف، لكن التوانسه اليوم تفاجئوا على خاطر معناها التهكم هذيك على عائله تونسيه وراجل يقول لك انا ولدي في الدار وحكي على عائلته بالكدا، خليت خذيت صدي اكثر لانه المساله ولات منشوره ايضا في وسائل الاعلام في ايطاليا الكل، معناها الراجل ولا اليوم في ايطاليا الكل يحكيوا عليه على اساس هو
تاجر مخدرات او غيره ويحسها مع عائلته مع ولده وقت اللي يخرج من الدار. بلي باش نسألك اختي سامحني. تفضل. شنو هو مصير الوليد اللي عمره 17 سنه باش يرجع يقرا منه غدوه وباش يرجع يلعب في الكوره مع زملائه وكل، شنو غدوه الموقف نتاع زملائه اللي يلعبوا معاه واللي يقراوا معاه في المدرسه وكل شنو باش يكون؟ ممكن يسمح لممارسات اخرى حتى من اصحابه. وقت اللي يمسوا اختي وقت اللي يمسوا ولادنا القصر راهو ما فيش. شوف اذا كان الموضوع معناها موقف ما ضد تونسي معين ولا ضد معناها بعائله ولا هذا ماهوش مشكل، اما انك تمس المينور نتاعنا وتمس القصر نتاعنا هذه ما فيش حتى حد ما ينجم. ونقول لك والتضامن هذا صار الكل، لانه اول حاجه تونسي وثانيا اولادنا القصر هم ما يتمسوش. كان جاء الوليد هذا ايطالي راهي قامت الدنيا عليها اختي، وراي نعرف نعرف مليح جمعيات حقوق الانسان في العالم الكل اللي زوين جي والكل راهم دخلوا هاتوا، وهذا اللي قال لك مونجي، قال لك من المفروض العرب الكل اليوم والتونسه والجزائريه والمغاربه ما يسكتوش على خاطر تونسي ما دخلوش. لا احنا ندخلوا والمجتمع المدني اجدد شكري ومعناه امتناني للمجتمع المدني والجمعيات اللي في ايطاليا والدبلوماسيه الايطاليه اللي اخذت موقف في الموضوع هذايا لاول مره. ناكد لك اختي ما خفي كان اعظم، راهو فما راهو تجاوزات اكثر من هذا. باش نرجعوا معنا الاستاذه يسرى لهدي لي مره اخرى من ايطاليا. كنت تسمع فينا استاذه يسرى؟ مرحبا بك. وي نسمع فيك. تفضل. وايضا ناشب المجتمع المدني في ايطاليا، مرحبا يا استاذه. وي دونك انا قبيله كنت نحكي على الناحيه القانونيه على التصريحات اللي قام بها السيد ماتيو سالفيني. كما قلت قبيله دونك ثبت من خلال الفيديو اللي تم النشر نتاعو على الفيسبوك وعلى في الصحافه معناها دار على الانترنت اللي فما العديد من العناصر يتكون موضوع شكوى منها في الناحيه القانونيه. في الحاجه الاولى فما الخرق القانون المتعلق بالبرايفسي، يعني سريه المعلومات للعائله هذه وبصفه خاصه للقاصر، للطفل القاصر. هذا شفناه في الفيديو، يذكر في اسمه، يذكر في العمر نتاعو في داره. دونك العائله هذه اكيد باش تتعرض وتعرضت جو بونس للمضايقات. صحيح. كما يمكن تكييف تصريحاته من قبيل القصف العلني على خاطر دونك شفناه صار قدام صار قدام كاميرا القنوات ووسائل الاعلام اونلاين على الفيسبوك، دار في الصحافه وهو يعني يوجه لهم في تهمه يعني خطيره بدون حتى نجم نقولوا ما فماش دليل خاطر نحن ما نعرفوش، وهذا ماهوش دوره هو ساعه باش يوجه للناس. فما قانون في البلاد دونك الشيء هذايا يجرموا القانون الايطالي. والاهم من هذا مش الاهم سامحني، ما الاخطر حاجه من هذه اللي هو الهدف نتاع تصريحات السيد هذا هي التحريض على الكراهيه لخلق الفتنه. صحيح. وهذا فيه مس الاعتبار التوانسه نحن المقيمين في ايطاليا والتونس كدوله ذات سياده. واون بليس هذا مخالف للمعاهدات الدوليه اللي مصادقه عليها ايطاليا، ويعطي الفرصه للمنظمات وللجمعيات الحقوقيه للطلب معناها بحل فك الحزب نتاعو هو كرئيس حزب ديما في البروباغاندات نتاعو يعني هدف في تونس. دونك وهذا صار سابقا مثلا باش نعطي مثال في اسبانيا صارت اللي فما منظمات حقوقيه شكيت بحزب اللي كان هو يعني يحرض للكراهية وتم الحل بالقانون خاطر ما يجيش هكا بالقانون. طبعا بالقانون خاطر نحن الحمد لله معناها الجالية التونسية في إيطاليا جالية مشرفة. أستاذة أنتم عندكم اتصال توا بسيد فوزي اليوم، هو خذ منحة للقضية، قال قدمت شكوى لتأطيره قانونيا، وأنت ما شاء الله عليك عطيتنا معطيات ومطلع على القانون الإيطالي على ما يبدو في جانبه هذايا، على الاقل حتى تاخذ القضيه مجراها صحيح. شوف انا اكيد باتصال بسي فوزي واتصلوا بي العديد من الاصدقاء اللي هما ناشطين مدنيين وليزاسوسياسيون. بالنسبه للطفل اللي على حد علمي اللي هو ديجا كلفه ان كوليغ. بالنسبه للي معناها كما قلت لك نحن من حقنا معناها من حقنا على خاطر باش نشكيو بيه على خاطر هذه ماهيش اول مره مدام صارت عمناول صار قبل. والاخطر في هذا اللي هي وجهت له الصحافه الايطاليه باش تقدم بالاعتذار ورفض، فهمتني؟
دونك انا كما قلت لك اتصلوا بيا وان شاء الله باش نقعدوا ان كونتاكت معاهم وكان فما حاجه مانيش عامله مزيه على بلادي. شكرا ليك استاذ، شكرا ليك استاذه يسرى الذي لي وايضا ناشطه في المجتمع المدني في ايطاليا. منجي تقول لك فما جوانب قانونيه بغض النظر على مثل الممارسات هذه، وتقول لك فما تجربه صارت في اسبانيا انه مجتمع مدني ومنظمات شافوا انه حزب يحرض على الكراهيه في لي جنسيه معينه، واحنا اليوم نحكيوا على تونس في جانبها حاله التحكم هذه، ويقول لك تحكم عفوا، ويقول لك مش اول مره. اليوم كيفاش نجموا نحميوا رواحنا من مثل الممارسات هذه واحنا عايشين كي معناها البرة في ايطاليا مع مختلف الاطياف اللي هما اليوم يراوا رواحهم معناها لخدمة إيطاليا. احنا نقولوا تونس، هما هو زي سالفيني راي هو في خدمة إيطاليا، واللي هو في جانبه معين انتخابي يحب يضمن زي ده مكانته في مجلس الشيوخ الإيطالي. شوف اللي عمله ماتيو سالفيني ربما في الدول العربية غير مجرم، لكن في أوروبا مجرم، إيطاليا تجرم هذا السلوك الشنيع. لكن احنا في تونس مجرم، لو كان جاء تنجم تنشر معطيات عبر الفيسبوك. احنا في تونس سمح، في تونس هناك تجارة الأطفال في فيسبوك، وداعش هو التنظيم الدولة الوحيدة اللي فيها داعش، السيت نتاعو محلول في العالم هي تونس. ادخل تو الموقع داعش تو تحل وتتعدى على روحك، فقط لانه وزاره الداخليه تنقصها 4 مليون دينار باش تنجم تراقب هذا الامر، ولانه هناك احكام قضائيه تمنع. لا ما ندخلوش في هذا. يعني اوروبا هي التي صارت فيها الثوره الفرنسيه، وصارت فيها الثوره الانجليزيه الاولى والثانيه، وخرجت جون جاك روسو في فرنسا، وخرجت فولتير، وخرجت عظماء التفكير، وخرج جوردانو برونو الذي في إيطاليا الذي قدم حياته من أجل الإنسانية ومن أجل اللامتناهي. ولكن هذه الممارسات يعني لو كان العرب أنفسهم والمهاجرين وليس فقط العرب يكون عندهم الوعي السياسي والوعي الفكري بالتمييز داخل المشهد السياسي، قادر يكون عندهم دور مهم جدا في تحديد ملامح الحياة السياسية في إيطاليا وفي كل أوروبا، قادر يكونوا قوة ضارة. شوف أنت يعني اللوبيات اليهودية الموالية للصهيونية، شوف الكثافة بتاع وجودها حتى وإن كانوا عددياً أقل، لهم القدرة في التأثير والنفوذ داخل يعني مسارات القرار وداخل دوائر القرار الأوروبي والأمريكي. علاش المهاجرين العرب بقوا فقط منعوتين بالإرهاب والجريمة، رغم اللي عندنا عظماء من مفكرين وعندنا ناس في يعني في مراكز علمية ومراكز وظيفية كبرى؟ علاش؟ لأنه لا وجود للوعي السياسي والفكري الذي يجمع هذه الجالية، فقط يتجمعون على أنهم ضحايا، لا يتجمعون على أنهم قادرون على التأثير في المشهد السياسي. أنتم مطالبون اليوم بالتغيير في إيطاليا في اتجاه ضرب هذا اليمين، لأن هذا اليمين يتمدد على حساب شكون؟ على حسابكم أنتم وعلى حساب المهاجرين. بشكون؟ بجزء منه دعم من المهاجرين، وأنتم أعرف جيدا أنكم تنتقدون بعض ممارسات بعض المهاجرين اللي يرتكبوا في حاجات يعني احيانا خطيره وشنيعه بصدق، هذا لابد ان نعترف به. لكن هناك مثقفين وهناك ناس في ايطاليا وفي فرنسا وفي كل اوروبا وحتى في امريكا يقدموا من اجل الانسانيه يعني اختراعات في مستوى العلمي، في مستوى الطب، في مستوى الهندسه، وبلادكم هي اكثر مكان في العالم في حاجه لخبراتكم وكفاءاتكم، فقط انه يكون عندكم الوعي الفكري والسياسي بقدره على التأثير، لأنه اليوم ثم أزمة اقتصادية عالمية، وفي كل الأزمات الاقتصادية ينتعج فيها اليمين كما صار بعد الأزمة الاقتصادية العالمية. طبعا سي سامي بن عبد العالي، إذا كان اليوم يقول لك منجز أنتم تكونوا غاديك القدوة حتى يحميوا رواحهم المهاجرين في إيطاليا مثل الممارسات هذه، سواء كانت حملة انتخابية أو مش حملة انتخابية، نجم يكون هو غدوة زادة في الحكم. صحيح، أكيد. شوف أختي، ملامح الجالية في إيطاليا تغيرت في العشرينية الأخيرة، تغيرت لانه قبل كانت جاليه متواضعه جدا. احنا مقسمه ايطاليا نقول لهم انا في ثلاث مجالات، هو مجال الفلاحه، مجال الصيد البحري، مجال الخدمات، وهذا هو اللي موجود سواء في صقليه اللي هي تعتبر نقطه العبور بالنسبه للجاليه التونسيه المقيمه في ايطاليا الكل والا في ايطاليا. لكن اليوم بدات عندنا كفاءات وخبرات، عندنا توانسه في اعلى مراتب الاداره في ايطاليا. انا اول تعدت عليا معناها شخصيا، انا وقت اللي تسميت معناها لاول مره رئيس بنك معناها في مصرف بنكي في صقليه، صارت ما خلوه ما عملوا اليمين معناها السياسيين من اليمين.
لانه ما يقبلوش وانه تونسي باش يتموقع معناها في 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 مجلات القرار. يلزم يكون ديما فهمتني كان يخدم في الفلاحه ولا في الصيد البحري ولا كذا، رغم اللي هما بكل احترامي لهم الكل الناس الكل حتى اللي يخسر في في في, في الدروج معناها نحترمهم، لكن ما تكونش في منصب في قرارات او منصب في قرارات وفي بلادهم. تدخل شامبر دو بوتون فات غادي توقف كل شيء يقف وتولي معناها تهجمات من طرف معناها من طرف السياسيين معناها اللي ينتميوا الحزب اليمين هذايا وتولي مشاكل اخرى. لكن احنا اليوم كما يسر عندنا من الكفاءات من المحامين من الاطباء من المهندسين معناها فما نخبه من الجاليه في ايطاليا بدات تترعرع وبدات تدخل معناها اساليب في, في 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 الاداره وفي غيره. هذا هو. شكرا لك سي سامي بن عبد الحي نائب مجلس النواب الشعب عند ايطاليا القائمة المستقلة بكلنا توينسا على حضورك معنا توضيح هذه المسألة. اليوم بعد قليل نحكي أكثر في الجانب السياسي طبعا مختلف التأويلات لاختيار رئيس الحكومة المكلفة سيد الياس الفخفاخ، ثم حقيقة باش نحكي على اختيار لسيد الياس الفخفاخ دون غيره، ثم ما معنى حكومة المصغرة وهل مطروحة اليوم مسألة الأقطاب، ولو أنه التسريبات تقول إلى حد الآن غير مطروح في برنامج السيد الياس الفخفاخ مسألة الأقطاب أو ضم الوزارات، فقط هي مصغرة بأقل وزارات. بعد قليل نحكي أكثر ما يمكن مع سيد مصطفى بن أحمد رئيس كل تحية تونس، وأيضا السيد حاتم المليكي قيدي بقلب تونس، وعبد اللطيف العلوي نائب مجلس نواب الشعب عن ائتلاف الكرامة بعد هذا التقرير الأول حول طبعا الياس الفخفاخ، لماذا اختاره الرئيس دون غيره. أثر تكليف رئيس الجمهورية لإلياس الفخفاخ بتكوين الحكومة جدل واسع في الساحة السياسية بسبب اختيار أقل المرشحين الحاصلين على الدعم الحزبي. فحسب القائمة اللي قدمتها مجموعة الأطراف السياسية الممثلة في البرلمان، لم يدعم الفخفاخ سوى التيار وتحية تونس، أي تم اقتراحه من قبل 36 نائب فقط من بين 217 بمجلس نواب الشعب، الأمر اللي خلى أطراف سياسية تعتبر اختيار سعيد للفخفاخ لا يحتوي على منطق سياسي، حيث أن هذا المرشح لرئاسة الحكومة لن يحظى بأغلبية الأصوات المطلوبة للنجاح في الامتحان التشريعي. فقلب تونس مثلا صاحب الكتلة الوازنة في البرلمان اعترض وبشدة على هذا التكليف، وأعرب عن عدم ارتياحه للطريقة اللي اعتمدها رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الحكومة المكلف، باعتباره لم يتشاور بشكل مباشر مع الأحزاب الفائزة في الانتخابات والممثلة في مجلس نواب الشعب. من جهته استغرب النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في تصريح له في برنامج مع الناس من تكليف إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة، واعتبر أن هذا التعيين لا يعكس التوجه اللي عبرت عليه الأحزاب في اقتراحاتها لرئيس الجمهورية. ما ورد في رئيس الجمهورية لا يعبر عن هذا الاختيار، خاصة لما يقول احتراما لإرادة الناخبين والناخبات في الانتخابات التشريعية، ما نعرفش منين جاب هذا. ثم قال فعدد غير قليل من أعضاء المجلس النيابي هم الذين اقترحوا اسم رئيس الحكومة، ما نعرفش عدد غير قليل اقترحوا، ما عرفش شكونهم، لأنه السيد الياس الفخفاخ مع احترامنا ليه اقترح من حزب تحية تونس وحزب التيار اللي قال لا نمانع فيه يكون موجود. اختيار رئيس الجمهورية لوزير السياحة والمالية السابق في حكومة الترويكا، وإن اعتبره البعض معارض لروح الديمقراطية ولا يعبر عن إرادة الناخبين، حيث أن الحجم الانتخابي للفخفاخ لا يبرر هذا الاختيار، فالتكتل ليس له في البرلمان أي مقعد، كما أن الأصوات اللي تحصل عليها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة لا تبين أنه فعلاً الشخصية الأقدر. إلا أن أطراف أخرى فسرت الاختيار هذا بانحياز رئيس الجمهورية لشخصية منسجمة مع قناعاته منحازة للثورة ولها بعد اجتماعي، خاصة وأنه يؤكد في كل مرة على ضرورة استعادة الدور الاجتماعي للدولة في مجالات الصحة والتعليم والنقل. تخمينات عديدة يتم تداولها في الأوساط السياسية وتساؤلات كثيرة حول الأسباب الحقيقية للاختيار المفاجئ للمرشح المهدد أكثر بالرفض في البرلمان والمقترح من حزب وحيد، حزب تحية تونس، لرئيسه يوسف الشاهد رئيس حكومة تصريف الأعمال، وليستعد للمغادرة. معطيات جعلت بعض المحللين يعتبرون الفخفاخ امتداد للشاهد وخليفته في القصبة،
أطراف أخرى ذهبت إلى أبعد من ذلك وتحدثت عن تدخل فرنسي مباشر في اختيار إلياس الفخفاخ عقب مكالمة هاتفية مطولة مع الرئيس الفرنسي ليلة التعيين. ضجة كبيرة أثارها تكليف إلياس الفخفاخ، يبدو أنها لن تهدأ قبل أن تخرج رئاسة الجمهورية عن صمتها وتكشف عن المعايير المعتمدة في اختيار شخصية الفخفاخ وتضع حد للتأويلات وتداعياتها على مسار مشاورات تشكيل الحكومة. طبعا جمعت جيهان علوان أغلب التأويلات اللي تقالت من أحزاب وغيرها في علاقة باختيار السيد إلياس الفخفاخ رئيس حكومة مكلف. وللحوار يحضر معنا السيد مصطفى بن أحمد رئيس كتلة تحية تونس، مرحبا بك مجلس النواب. مرحبا سي مصطفى، شكرا على قبول الدعوة. يحضر معنا أيضا سيد حاتم المليكي القيدي بحزب قلب تونس رئيس الكتلة، مرحبا بك. سي حاتم وسي عبد اللطيف العلوي نائب مجلس النواب الشعب نتي في كرامة، مرحبا بك سي عبد اللطيف، شكرا على قبول الدعوه مره اخرى. منجي خضراوي معنا في التحليل. كنا نشوفوا في هذا التقرير مختلف التاويلات، الناس تكلمت حول اختيار السيد إلياس الفخفاخ. سي موسى بن احمد، هل كان على رئيس الجمهوريه ربما توضيح المعايير لهذا الاختيار وكان ملزم معنا بهذا التوضيح، وهل يطلبه الان الاحزاب؟ انا اظن الدستور ما يطلبوش في ذلك، الدستور يعطيه مجال انه يختار الشخصيه الاقدر بعد استشارة الأحزاب. اختار الطريقة اللي استشار بها، اختار اللي راه الشخصية الأقدر. ما يش تدخلوا في سجلات شنية الأسباب والمسببات. هو شخصية من بين واحد ضمن 21 شخصية سيوقع اقتراحها، ما تتلقاش ما تتشبهش، وكل واحد قدم وفق رؤيته والرئيس حسم وظلين تلاهوا في توا تشكيل الحكومة. طبعا لكن هناك من يقول سي مصطفى انه بعد الضغوطات من تحيا تونس، بما انه هو المرشح السيد إلياس الفخفاخ من تحيا تونس، هي اللي خليته اليوم يكون رئيس حكومه مكلف. انا يظن الرئيس عنده 380 صوت واحنا ما عندناش 380 صوت، ولذا معناها وسائل الضغط اللي عندنا محدوده. اللهم كان ابتدعنا وسائل جديده، معنى ضغوطات على رئيس الدوله. الدوله معناها مؤسسه الرئاسه قائمه بذاتها، ثم رئيس منتخب من طرف الشعب، عنده مستشاريه يقدموا له يسمع الناس كله، وفي الاخر قرر بالتاكيد انه قرر من بالاساس من منطلقاته. اقتنع بكلام تحيا تونس، اقتنع بكلام قلب تونس، اقتنع بكلام واحد اخر، فالمسؤوليه تعود له. كهو معناها الرئيس يتحدث الدستور، لا يتحدث على تحيا تونس ولا اي حزب اخر. قدم للرئيس الامكانيه دي، استخدمها واختار من يراه اقدر واصلح. بعد قليل باش نحكيو في جزء ادق هو مساله البرنامج، لكن قعدنا في مساله الاختيار، لانه اليوم برشا كلام برشا تاويلات. قلب تونس عنده تحفظات على اختيار السيد إلياس الفخفاخ، ما كنتوش اليوم في الاجتماع ايضا، ما جمعكمش اللقاء اليوم سي حاتم المليكي. هو مش تحفظات على شخص السيد إلياس الفخفاخ، الاختيار انا قلت الاختيار، لا مش حتى على الاختيار زاد، انا مش على الاختيار. خلينا نكون واضحين، احنا في اطار من ناحيه الدستوريه القانونيه السيد رئيس الجمهوريه لم يخالف الدستور. الدستور يعطيه ثلاثه شروط اجرائيه، واحده تتعلق بالمشاورات، واحده تتعلق بعشر ايام، وواحده تتعلق بتكليف شخصي. في الثلاثه هذوما احترم الدستور هو السيد رئيس الجمهوريه ولا خلاف في ذلك. السؤال اللي داوناه احنا في المكتب السياسي وعطيناه هو كنا نتمنى انه سيد رئيس الجمهوريه يعطينا توضيح مش في اختيار الشخص، معايير. مساله اخرى مهمه اهم المعايير. الكلنا نعرف انه سيد رئيس الجمهوريه حامل لمشروع، مشروع يتعلق باعاده النظر في مؤسسات الدوله، في هيكلتها، في النظام السياسي تاع البلاد، عنده فكر ومشروع. السؤال هل انه هذا التكليف في علاقه بمشروع سيد رئيس الجمهوريه ولا لا؟ خلينا نفهموا، يا ترى السيد إلياس الفخفاخ مكلف من رئيس الجمهوريه بتنفيذ رؤيته برنامج السيد قيس سعيد ولا لا؟ خاطر هذه مساله مهمه بالنسبه للتوانسه باش نفهموها. الحكومه هذه حكومه شكون؟ هو اصدر بيان وقال راهي ماهيش حكومه الرئيس، مسؤول امام البرلمان، يقول بيان انه المسؤوليه لكم انتم ولن يتدخل رئيس. القصد لازم يكون واضح ويكون معلل ومبرر، معناها راه مش السيد إلياس الفخفاخ
أخذ تكليف من رئيس الجمهورية لتنفيذ سياسة ورؤية برنامج سيد رئيس الجمهورية ولا إحنا ما عندناش إشكال، لكن خلينا التوانسة نعرفوا ولا في هذا الإطار علاش مشيتوا لهذا التأويل سي حاتم المليكي؟ أي قرب ما بين برنامج ما يطرحه رئيس والآن لحد الآن ما زلنا ما شفناش برنامج سيد الياس الفخفاخ؟ إحنا هذاك علاش نقولوا في انتظار أنه سيد الياس الفخفاخ يجري ندوة صحفية يعبر فيها على فكره على برنامجه. فما جملة في خطاب سيد رئيس الجمهورية تقول أنه هذه ماهيش حكومتي، سالس سوزونتاند نفهموا اللي ماهوش مكلف بتنفيذ رؤية السيد قيس سعيد اللي دفع لها خلال الحملة الانتخابية، ولكن ماذا بينا توضيح للتوانسة باش نكونوا عارفين، لأنه ينجم يكون زاد رئيس الجمهورية توضيح من رئيس الجمهورية سياسته هو أو رؤيته هو ينجم تنفذها هاته الحكومة وكلف شخصية أقدر بالنسبة له لتنفيذ سياسته هو. حبينا وضوح في هذا المجال. وضوح من شكون سي حاتم؟ من سيد رئيس الجمهورية، ولكن ما عندنا حتى اعتراض أنه لم يخرق الدستور واحترم دستور البلاد التونسية واتبع الإجراءات المنصوصة عليها في الفقرة الثانية. لليوم طالبين أنتم التوضيح في علاقة بهذا الاختيار؟ هو التونسي المواطن يطلب توضيح، لأنك أنت توا التكليف أنت كتكلف جيش حركة النهضة في الفقرة الأولى تكلف شخصية نعرفوا أنها تكلفها بحكم برنامج ورؤية حركة النهضة للحكم. كي يجي رئيس الجمهورية يكلف شخصية نسألوا يا هل ترى كلفة معناها أوقع اخترت لكم الشخص وانتهى دوري كرئيس جمهورية، وإلا كلفه هو على أساس رؤيته برنامجه هو ومشروعه هو. ما عنديش مشكلة إذا كان حتى كلفه على أساس رؤيته ومشروعه هو، ولكن نحب توضيح في هذا الموضوع على أكثر أقل. طبعا أيضا ائتلاف الكرامة ترفضوا يمكن هذا الاختيار، تطلبوا توضيح المعايير وانتقدتوا كثيرا الاختيار في مسألة أنه ما يمثلش الانتخابات، ما يمثلش إرادة الشعب في علاقة بانتماء الحزب. هو استقال الآن ما عادش عنده علاقة بالحزب نتاعو. كيفاش رأي ائتلاف الكرامة؟ هل تطلبوا أيضا توضيح معايير اختيار رئيس الجمهورية لسيد الياس الفخفاخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الدعوة ومرحبا. قبل البدء في هذا البرنامج وفي هذه الحصة بالذات أريد أن أبلغ استياء واحتجاجا شديدا على تصريح للمدعو صادق بالعيد تهجم فيه على ائتلاف الكرامة وقال أذناب النهضة، قالها بهذا اللفظ أذناب النهضة هكذا سعد بلتيف قالها ولم تحرك المقدمة ساكنا للرد عليه. ففي غياب علينا سعد بلتيف لحظة لكن احنا قال هكذا قال النهضه وما تبعها على ما اظن. وانا نطلب منك اذا كان انت قبل البرنامج وقت كلمناك اتصل بيرانا ثبتنا من التصريح واخذينا التصريح وثبتنا، لكن اذني انا ما سمعتش انت منجي كنت حاضر. قال النهضه وما تبعها يظهر لي وما ذكرش سامحني منجي بربي وما ذكرش بالاسم ائتلاف الكرامه. قال النهضه واذنابها ائتلاف الكرامه هو اذناب النهضه. طيب بامكانك لكن ان تعودي لا تاويل حاجه والنطق سيدتي بالمساله حاجه أنا اخرى. لا اهاجمك، انا ارد على تهجم هذا السيد اللي هو تارزي قانون دستوري مش خبير قانون دستوري. لا ما نردوش التهجم لا انت ما رديتش على التهجم وقتها. لا 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 يا سعد اسمح لي سعد لطيف العلوي هذا ليس موضوع الحصه. لا موضوع من فضلك الحصة. لو كان اعلمتني قبل بدايه البرنامج من فضلك شوف. لو كان اعلمتني قبل بدايه البرنامج رانا برنامجنا حق الرد واتفقنا في المسمع. ما يجيش هكايا قبل المعني لحظه من فضلك انا كنت باش نحكي بكل هدوء جمله وامر وهذا في اطار حق الرد. لا حق الرد تطلب من البرنامج انت ما اعلمتنيش من قبل. اذا كان باش تحاول تصدني في هذا لا لا اصدك يا سعد لطيف من فضلك خلينا في اصل الموضوع. خلينا في اصل الموضوع انه انت مدعو الان للحوار ونقاش المساله السياسيه وليس للرد. وراه شوف اعلاميا واخلاقيا وقت اللي يكون ثم طرف غائب المقدم تاع البرنامج هو اللي ياخذ مكان الرد عليه ويدافع عليه حين يقع التهجم عليه. انا مانيش نبتدع في لا الشيارة. انا اذا كان ذكر انت قلت تحب وانا لا يا سي عبد اللطيف ليس جدال ثنائي ارجوك نتجاوزوا هالمسائل هذه الشكليه. انت تجاوزها انا كان عندي جمله وباش نكمل ونتجاوز. انت ما حبش تتجاوزها انت تحرقت على صادق بالعيد وانا محروق على 3000 بشر لا لا اللي انتخبوا في الكرامه وقت اللي يوصفهم باذناب باذناب بالنهضه انا نرد عليه لهنا من فضلك يا استاذ منجي كان حاضر في هذا البلاتو. دكتور صادق بالعيد وهو من الكفاءات الدستوريه كفاءة على روحه ما يتهجمش على الناس كفاءة على روحه كفاءة فاش كفاءة في التفصيل للمنظومه القديمه وكل ما وجدت نفسها في ورطه في السيد هذا يتدخل باش يفصل لها ويطرز لها القانون باش
خذها من وقتها. كفاءة عند شكون؟ عندك انت كفاءة. تفضل سيدي. سي صادق العيد وهو كفاءة دستورية مشهود فيها تونسيا ودوليا. عندي انا دارزي دستوري. جست كم. حتى وان هو ذكر وانتقد وقال النهضة واللي تابعينها هكا واحنا كنا نعرف أهمية الكلمة. تسجيل موجود. كلامك موجود. ميساج كلامك صحيح. حتى احنا عرفنا انه ممكن يثير اشكال. خذينا الاستاذ سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة وتكلم الاستاذ سيف الدين مخلوف وخذاه من الوقت ما يكفي، ومع ذلك وباعتبار انه هذا البرنامج متواصل وحتى وان كان هناك سوء في حقكم فهذه معذرة منا، نرجو ان نواصل النقاش ونعتذر لكم ان اسأنا في حق اي تونسي. من حسن اخلاقك وانت اكبر من الاعتذار وبارك الله فيك. ما هيش غلطك، غلطة السيد اللي قبح في الناس في غيابهم لانهم تعودوا على اكل لحوم البشر والناس هذوما. احنا يهمنا راهو راي ائتلاف الكرامه اليوم في موضوع السياسي، خلينا نتجاوزوا لانه موضوعنا سيدتي. طيب تفضل سي عبد اللطيف. علاقه بهذا التكليف. مرحبا بك سي عبد اللطيف. اذا كان نحكيوا في اليوم ائتلاف الكرامه في علاقه بالمعايير، هل تطلبون ايضا انه رئيس الجمهوريه يوضح معايير؟ طيب في علاقه باختيار طبعا بهذا التكليف، الدستور يقول بعد مشاورات مع الكتل والأحزاب البرلمانية إلى آخره. هناك فرق بين الاستشارة والتشاور. الاستشارة أن تطلب رأي أحدهم ثم تفعل ما تريد، ومعروفة هذه، شاور الناس الكل وعمل شو راسك. المشاورة يعني تفاعل هذا الوزن من المزيد يفيد التشارك. المشاورة لم تتم. الرئيس قيس سعيد وجه مراسلة إلى الأحزاب فأشارت عليه بكذا ثم اتخذ قراره. فالمشاورة غير الاستشارة. هذا أولا. المسألة لها أصل ولها يعني مسار كامل بالنسبة لهذا التعيين. بين قوسين نحن ليس لدينا اعتراض على شخص السيد الياس الفخفاخ في حد ذاته، أعتبر أنه رجل ذو استقامة ويعرف بالمعايير الدنيا لأي رجل دولة محترم بالنسبة إلينا، هذا ليست هذه المشكلة. التاريخ أو المسار الذي أوصل إلى هذا الاختيار، نحن نعرف أنه في فترة ما كان هناك نوع من التحالف غير المعلن بين التيار وبين تحية تونس، وهذا التحالف هو الذي ساهم في إسقاط حكومة الجملي. تحية تونس اخترق طبعا قلب تونس واخترق كتلا أخرى ذات العلاقة أو ذات الامتداد الندائي قبل ذلك، وبتلك العملية عملية تحالف مع نبيل القروي تم إسقاط هذه الحكومة. كذلك التيار لديه في المكتب يعني مدير الديوان وقد كان في مكتبه السياسي بالطيب. هذا الخيار إذن خيار الياس الفخفاخ هو بالأساس خيار تحية تونس وخيار التيار الديمقراطي. الرئيس قيس سعيد لم يبين معايير في ذلك، من الواضح هذا، ونحن فقط كنا نتمنى أن يبين معايير هذا الاختيار، خاصة أن هذا الاسم هو الأقل ترددا من ناحية الشكلية لا أكثر ولا أقل. ولكن فيما عدا ذلك نحن لسنا طبعا عامل تشويش ولا تجاذب ولا تعطيل، نتعامل مع هذا الرجل وقد استدعى مساء اليوم ائتلاف الكرامة وحضر ممثلا في ناطقه الرسمي والسيد كذلك زياد وعماد دغيش، وسمعنا منه وسمع منا، وكان هناك لقاء في كثير من نقاط البرنامج وكان هناك تفاعل في كثير من النقاط، ومثل ما قلت لك نحن لسنا لا عامل تعطيل ولا عامل تجاذب. سجلنا احترازا في مسألة الاختيار، قلنا إنه ربما كان على الرئيس قيس سعيد. ثم ملاحظة أخيرة بالنسبة للرئيس قيس سعيد، يقول في نهاية البلاغ يقول إنه هذه حكومة البرلمان أو حكومة الأحزاب ولا يتحمل المسؤولية. لا، الرئيس قيس سعيد يجب أن يتحمل الجزء المنوط به من المسؤولية في هذا الاختيار، لأنه في النهاية اختياره، هذا اختياره. ويجب أن نتذكر أننا ما زلنا في حكم برلماني، الدستور لم يتغير. عندما يتغير الدستور سوف نتحدث عن حكومة الرئيس أو عن برنامج الرئيس. إلى اليوم نحن ما زلنا نتعامل مع رئيس حكومة من المفروض أنه شخصية سوف يصادق عليها البرلمان، وبالتالي لا يجب أن نبالغ كثيرا في تسويق هذا الأمر على أنه حكومة رئيس وبرنامج رئيس وكلام من هذا النوع. أو باش نحكيه لأنه في علاقة بالبرنامج منجي خضراوي التسريبات اليوم أنه ما فماش مسألة الأقطاب، يقولوا معناها أغلب التسريبات أنه مسألة الأقطاب مش مطروحة اليوم، لكن حكومة مصغرة ممكن يكون فيها 25 وزير مش 40 مش 43. يعني بالفعل هو مسألة الأقطاب طرحت بشكل جدي في فترة
الحبيب الجملي، وتم دراسة الموضوع تبين أنه ربما تكون عنده كلفة، كلفة على الدولة وتأخير يلزمه أشهر حتى يتم، معنى أنه يجيك وزارة التربية يعمل قطب في وزارة التربية والتكوين والتعليم العالي والثقافة والشباب والرياضة كل يتلموا مع بعضهم في قطب واحد، بشكل أنه يقعد عنا تقريبا 5 وزارات وثم بقية كتاب دولة. السيد الياس فخفاخ يتجه نحو حكومة مصغرة بأنه ربما يتم التخلي عن عدد من كتاب الدولة والاكتفاء بوزارات معينة، لأنه كي نشوفوا مثلا الطاقة والمناجم ممكن تكون مع بعضها الطاقة والمناجم والصناعة لهم تصورهم في هذا، لكن الياس فخفاخ حسب المشاورات وحسب ما تلقيناه من المعطيات هو قال أنه سوف يقسم جهده على 3 مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الحزام السياسي، سوف يتصل بالأطراف السياسية ويرى إلى أين تتجه الرؤية ويبحث عن حزام سياسي فعلي. الجانب الثاني هو البرنامج، في المرحلة الثانية سوف يطرح موضوع البرنامج، عندها نتساءل نقاط الالتقاء مع قيس سعيد، لأنه قيس سعيد ليس له برنامج وهذا ما قاله هو، قال ليس لي برنامج وأنه الشباب هو الذي سوف يسطر برامجه في المدن والأحياء والقرى، ولكن واضح أنه يريد تغييرا دستوريا وتغييرا هيكليا في مستوى هيكلة الدولة، يعتبر أنها معطلة، هذا سمعناه سواء في الحملة الانتخابية أو قبلها. ثم الجانب الأخير التشكيلة وتوزيع الوزارات، رغم أنه الآن يجري التشاور حول الحزام السياسي لكن هناك أطراف سياسية وهي تتشاور حول الحزام السياسي عينها على وزارات معينة، مثلا التيار لا يمكن أن يقبل بغير وزارة العدل منذ البداية، يعني هذا كانت صورة واضحة، لكن بقية الطيف السياسي الذي قد يصوت لياس فخفاخ وهو حسابيا سوف يتم يعني سوف يكسب ثقة مجلس النواب الشعب، لكن هنا تبقى مسألة وزارات سياسة وخاصة وزارة الداخلية اللي هي الموضوع الأساسي، هل سيتم الإبقاء على نفس الوزير الحالي أم أنه سوف يتجهون نحو وزير سياسي؟ أيضا كيف ستكون العلاقة بحركة النهضة، لأنه حركة النهضة شفنا سي عماد الخميري وقت تحدث معنا قال على السيد الياس الفخفاخ أن يضع نصب عينيه نتائج الانتخابات وأنه لا يحرجنا، هذا كلام سي عماد، لا يحرجنا أن نكون في المعارضة، بمعنى أن حركة النهضة تعتبر نفسها فائزة في الانتخابات وهي عندها الكتلة الأغلبية 54 نائب، لا يمكن أن تكون طرف مهمش داخل التشكيلة، وبالتالي يمكن أن يكون لها رأي. السيد قيس سعيد في علاقة برئيس الحكومة له مسؤولية باعتباره هو من كلفه وباعتباره هو الذي أعطاه الدستور في الفصل 89 الذي أشرنا أكثر مرة أنه يمثل إشكالا باعتباره فصلا سياسيا أكثر منه فصل قانوني، وهو بيدو باش يطرح إشكال في علاقة بالقانون الانتخابي. قيس سعيد له المسؤولية لأنه هو الرأس الثاني للسلطة التنفيذية، عندما نتحدث في باب فصل 71 من الدستور في باب السلطة التنفيذية نلقوا أنه السلطة التنفيذية برأسين، رئيس الجمهورية والحكومة، ورئيس الجمهورية يرأس وجوبا الاجتماعات المتعلقة بالأمن القومي وبالدفاع، ويمكنه أن يرأس أو له أن يرأس الاجتماعات إذا حضر اجتماعات المجلس الوزاري، وله دخل في كل ما له علاقة بإدارة الدولة. بالتالي اختياره لإلياس الفخفاخ لا أعتقد أنه اختيارا عبثيا اعتباطيا. إلياس الفخفاخ معروف أنه شخصية يعني اشتغلت في وزارة المالية وزارة السياحة وله تصور اقتصادي، لكن ما حقيقة ما يمكن أن يخيف بعض المتابعين أن تتم إدارة الدولة بمنطق الشركة، وهناك من يتحدث عن بروفيل معين لرؤساء الحكومات منذ مهدي جمعة إلى اليوم، وهي طريقة جديدة بروفيل جديد لإدارة الدولة. والبديل ومهدي جمعة كان حاضر اليوم في الاجتماع وأيضا أفاق تونس، وما كانش حاضر قلب تونس. يا حاتم المليكي اليوم في برنامج الاجتماعات لجمعة سيد الياس فخفاخ قلب تونس ما كانش موجود. حبيت في ملاحظة مسألة اختراق قلب تونس، احنا ماناش ذري صغار نلعب ونرضع في صوابعنا، ولا تحيا تونس ولا غيره نجم اختراق يمشي للكبار والصغار، ولا ينجم حتى واحد ما ينجم حتى واحد يخترقنا في الموضوع هذا. نحن حزب سياسي نملك إرادتنا وتناقشنا طويلا ومطولا في الخيارات السياسية نتاعنا، وباش نوضحها مرة واحدة، العلاقة المتوترة ما بين نبيل القروي ويوسف الشاهد انتهت من عندهم هما الزوز في أنهم تقابلوا مع بعضهم، ولكن في حد الآن ما نش نحكيه على العلاقة ما بين تحية تونس وقلب تونس،
لحد الان او سي مستر موجود كان ناني غالط، ما صار بينا حتى اجتماع لو احنا تحيا تونس وقلب كاحزاب ما صار بيناتنا حتى اجتماع، ما صار بيناتنا حتى لقاء لا تشاوري ولا تنسيقي ولا حتى شيء. خلينا نبدو واضحين في الموضوع هذا، مش معناها انه نحن عندنا ما عندناش خلافات مع تحيا تونس، عندنا خلافات فكريه وعندنا خلافات سياسيه وما عندهم خلافات معنا نحن، وكل منا سيد القرار نتاعو في الموضوع هذا واللي بعده واللي جاي، مش نبقوا ديما كزوز احزاب مختلفين في رؤاهم وفي التوجهات نتاعهم، ولكن الصراع والنزاع الشخصي بين رؤساء الاحزاب قرروا هما باش ينهوا الصراع هذاك. بالنسبه توا للقاءات اللي يجري فيها السيد الياس الفخفاخ، هو كرئيس حكومه مخول له ان يجري المشاورات، وما فهمتش علاش انه مش في بالهم العباد وكان نحن قاعدين نستنوا في سيدي الفخفاخ باش يعيط لنا، مين قاعدين نستنوا فيه باش يعيط لنا سيدي الفخفاخ؟ احنا قرارنا في مش معني لستم معنيين في اخر تصريح اغلب قيادات قلب تونس بعد اسقاط الحكومه السيد حبيب الجمل يقول لك في المشهد الموالي احنا باش نكونوا موجودين ولازمنا نكونوا موجودين، واي حزب يكون معني باش يكون موجود في المشاورات هذه. ما تنجمش تقول راني يلزمني نكون موجود الا اذا كان تجيب 109 وتكون حكومتك، ما فماش حاجه اسمها راني يلزمني نكون موجود. السيد قال تونس 38 نائب ككتله ما في مجلس الشعب غير معني. هو يقدر الموقف السياسي نتاعنا في علاقه الكتله الثانيه في البرلمان، هو يقدر الموقف السياسي نتاعه في مع الحكومه، وتقديرنا للموقف السياسي في الاخر في المشاورات وفي تشكيل الحكومه وبرنامجها وهيكلتها ووزارتها يتبنى عليه القرار السياسي. بعد الكلام تعتبرون انه هناك مسعى في قراءه سياسيه والتاويل السياسي، لا تعتبرون هناك مسعى لعزل قلب تونس؟ اللي باش يحاول يعزل قلب تونس قول له ما جبتكش امك، اقعد حاول وعاود الكره مره اخرى. ما فماش يا منجي في حاجه اسمها تنجم تعزل حزب سياسي، ما تنجمش تعزل مواطنين 38 نائب متواجدين في البرلمان يمثلوا الجهات نتاعهم، اختاروهم ناخبين عندهم رؤيه في السياسه. فما لعب، فما لعب، لكن عزله من الحكم، عزله من وجود في المشهد. خلينا نقول اخراجكم من اللعبه، خلينا نقول اخراجكم من اللعبه والاكتفاء بالرباعي. اللي باش يحاول يخرج قلب تونس في القعده من اللعبه مش يقف في الاخر. جربوها المره اللي فاتت وما نجموش يخرجوا قلب تونس، خاطر ما تنجمش تخرج معطى سياسي مهم سواء من الحكم ولا من المعارضه، وقلب تونس باش يلعب الدور نتاعه سواء كان في المعارضه ولا كان في الحكم، سواء اتفقنا مع سيدي فخفاخ ولا ما اتفقناش. الخزعبلات نتاع ذريه صغار نتاع واحد او كلم فلان وقابله في الليل ومش في بالهم ينجموا يقصوا حزب سياسي ولا تشكيل سياسي، لعبة ذري صغار هذا موجود. خلينا في الاخر ننظروا للسياسه وللممارسه السياسيه، نحترموا رواحنا كحزب كائتلاف كحزب تحيا تونس كقلب تونس كحركه النهضه، نتنافسوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسين. اما الحكايات هذه نتاع محاوله عزل قلب تونس، يبقى عنا لا لابن عنا في قلب تونس موجودين في الميدان وفي الحياه السياسيه وفي الحياه البرلمانيه. لكن احنا نحكيو على مشاورات حكومه، مانيش نحكيو على مشهد، مانيش نحكيو على كي نحكيو على مشاورات حكومه. اليوم حضور البديل السيد مهدي جمعه وافاق تونس الاتحاد الجمهوري، وناس سالت على غياب قلب تونس، وهذا السؤال انه هل تعتبرونا مش في المشهد في عزله، ما كوش موجودين في الحكومه القادمه؟ وممكن اذا كان تقول معناها احنا اليوم ماناش موجودين في المشهد، لكن يمكن تشير للتصويت سي حاتم ليكي تقول حتى وهم مش قادرين اذا كان يتم العزله احنا نعرف شنو نعمل، معناها تشير انه لا ما يكونش قلب تونس مش هذا. كيفاش مالا سي حاتم؟ في السياسة إذا كنت تحب تتعامل بمسؤولية في السياسة وتختك من اللعب تاع الصغيرات، أنت في عندك تقدير شو مشكلة مع الصغار أخي؟ الصغار روح حاجة باهية ولا مين موت على ولادك؟ أحلام الصغار شو مشكلة؟ أنت صغير أنا صغير الحمد لله ديما نبقى صغير صغيرات برجة معناها حتى أنت صغير روح سي حاتم يعيشك الله يخليك. ثم تقدير للموقف السياسي وتقدير للمصلحة الوطنية. ثم عباد ما نكذبوش راه ثم عباد اليوم تدفع إلى إسقاط حكومة الياس الفخفاخ لتستفيد من استمرار الوضع. ثم عباد تدفع بتونس الى الفوضى، ثم عباد ماذا بها تدخل البلاد في المجهول. ما نغلطوش راه ما مش العبد نحن عايشين لكن في عالم. لكن تقول استمرار الوضع والفوضى والمجهول هو سيناريو من برا ومن داخل، من برا ومن داخل، من داخل من داخل من برا ومن داخل اللي نجموا يستفيدوا من استمرار الوضع، من تعكر الاوضاع الموجوده في تونس. ماذا بهم تبقى الوضعيه في تونس وضعيه غير مستقره. نجم تقول لنا شكون سي حاتم؟ لا ما نجمش نقول لك شكون، ولكن ديما انت شنو هذه سياسه راه اخزر منجي لا حرج في السياسه. انت ديما عندك منظومه فما شكون مستفيد منه؟ استمرار المنظومه فما شكون مستفيد منه؟ ينجم ماذا بيه تبقى المنظومه على ما هي عليه. انت كحزب سياسي تتصرف بمسؤوليه، ماكش باش تدخل في الحكايه هذوما. قرارك النهائي مش تاخذه على اساس المصلحه الوطنيه، مصلحه قلب تونس في العمليه السياسيه في الحكم ولا في المعارضه، ومصلحه التوانسه من حكومه سيدي الفخفاخ. وقتها مش تقدر الموقف النهائي، خاطر ماهيش لعبه وتلعب فيها بطاله وتدخل طاي حكومه ولا نا ولا ندخل في حكومه ونعطوني وزره واحد. فما مصلحه وطنيه زاد نقدرها في الحكايه.
اسكو حكومه السيد ياسر فخيخ تخدم المصلحه الوطنيه ولا اسكو استقرار مؤسسات الدوله ومرور الحكومه مستقره شيء باهي لتونس ولا ماهوش باهي؟ هذه الكل تاخذهم بعين الاعتبار. احنا نروح حتى في حكومه سيد عبيد الجملي عادينا ثلاثة ايام واحنا نتعاركوا، خاطر يلزمك تحطهم الكل قدامك. فما مصلحتي انا حاتم المليكي رئيس كتلة، وفما مصلحه المكتب السياسي، وفما مصلحه المنخرطين، وفما مصلحه الناخبين، وفما مصلحه البلاد. مش تدخل هكاك عركه وداخل نطيح حكومه ولا نجيب حكومه ولا نصوت الحكومه. فما تقدير للموقف في الاخر يلزمك كحزب تتحمل فيه مسؤوليتك التاريخيه، خاطر في الاخر بالكل التاريخ مش يكتبها لك في الاخر، مش يكتب لك غدوه دخلت تونس في حيط والا لا. ينجموا يسبوك العباد اليوم ولكن بعد يقولوا والله يعطيه الصح في اي موقف باش تاخذ، يلزمك تخمم فيه شيء ذاك. سي طبعا سي حاتم فقط سؤال اخر، لكن الحزب اليوم كيفاش قرا عدم حضوره في المشاورات؟ احنا قريناه، هو كان فما جزء منه واضح في انتظار الكونفيرونس دو بريس اللي باش يعملها السيد ياسر فخفاخ غدو، قريناه على اساس اعاده اللمه نتاع 23 ديسمبر اللي كانت فيها اربع اطراف سياسيه موجوده. اللمه هذه فما تقابلوا قبلوا ما نجحوش، دونك هما مش يحكيوا مع بعضهم علاش نجحوا علاش ما نجحوش وشنو يحبوا يعملوا في الفتره القادمه. نحن لا عندنا حساسيه مشينا حضرنا ولا ما حضرناش، ولا عندنا مشكله انه تصير دعوتنا ولا ما تصيرش دعوتنا، واذا حصلت دعوتنا سنستجيب للدعوه. ليش؟ لانه نتعامل مع مؤسسات دوله تونسيه. رئيس الحكومة المكلف راهو توا قاعد في قصر الضياف ويخدم بالضوء تاع توانسة ويخلص في الشفرة تاع توانسة، والدولة التونسية حتى لازمت نتعامل مع الدولة التونسية. واضح سي حادم سي موسى بن أحمد، اليوم كيف كيف مش كان قلب تونس، زاد فما كتلة الإصلاح الوطني سي حسون الناصر ما كانش حاضر لكن كانت حاضر البديل أفاق تونس وغيره، هل يمكن أن يكون هذا هو الحزام السياسي للسيد ياسر فخفاخ؟ لا، أمر المشاورات مازال ما انتهاش. معنا من هنا لاخر الاسبوع مازال مش يواصل مشاورات، واحنا ما نعرفوش بالضبط شنو هي الاجندة نتاع في الناحيه هذه، مع على الاقل نعرفوا المبدا اللي تنقل. لكن غدا في النادي الصحفي يقول باش يعطي التوجهات العامه. اي هذا هو هو باش يعطي التوجهات العامه، المبدا انه مش يعمل حزام اوسع طيف سياسي ممكن. انا تقديراته المرحله اللي نشتركوا فيه معاه تقتضي معناها جبهه اكثر ما يمكن واسعه. انا نعرفوا احنا الظرف الظروف المحليه اللي تمر بها البلاد، الوضع الاقتصادي، الوضع الاجتماعي، ثم ايضا الظروف الاقليميه والدوليه ولا تقتضي معناها نوع من رص الصفوف. واحنا لقينا انه متحسس الموضوع جدا، اذا الامر ما انتهاش علاش وكيفاش، هذا امر هو سيد نفسه ويحدد الاجنده نتاعو، يحدد الطريقه نتاع اتصاله بالناس باش في الاخر هو يحوصل التوجه مش تحمل هو معناها مسؤوليته. مساله ان 4-5-3 ولا 1-2 سبق الاوان، زادت ما افضتش. انا مرحله المشاورات ما انتهتش، ثم هو كما قال سي منجي حدد على ثلاثة مراحل واعلمنا بذلك اليوم. المرحله الاولى هي مرحله الحزام السياسي والمشاورة مع الحزام السياسي، المرحله الثانيه هي البرنامج، المرحله الثالثه هي تشكيل الحكومه وتعيين الاشخاص. لكن يوم تحدثنا طرح مع الاحزاب مساله انه ليس هناك اقطاب، لا هو لا ممكن ياخذ هذا المنهج في البرنامج. ما سمعتش بها الحق انا من البدايه، سمعت بها مع صاحب الجمني، سمعنا مع صاحب الجمني قضيه الاقطاب وقضيه حكومه الكفاءات وبرشا ضم الوزارات وبرشا تصورات، يعني مرينا انا برشا تصورات و40% نساء واحد. اللي سمعنا به انه هو غير مقتنع بوظيفه كاتب دوله، يقول هو من الافضل انه المسؤوليه السياسيه تعود لشخص واحد على راس الوزاره، ثم ان نقويه على مستوى الاداره المديرين وكاتب عام الوزاره، نعمل جهاز اداري قوي الا يسند الشخصيه السياسيه باش تتحمل مسؤوليه كامله. معناها ثم تضخيم حسب تقديره هو بالطبيعه، تضخيم لعدد اعضاء الحكومه من كتاب الدوله. هو مبدئيا مش ناحي كتاب الدوله يطيح لحساب 24-25 وبذلك باش يخفض العدد. مساله الهيكله نتاع الحكومه مش قضيه راهي وضع تصور على الورق، هذا يتطلب راهو معناها مراجعه في الميزانيات، في الهيكله الاداريه للوزارات والادارات اللي معناها من مده تشتغل بالهيكله الحاليه، معناها هذا يلزم تهيئه على الاقل. انا نقول يعني التقليص في حد ذاته لازم اجراءات على عام، معناها واختار حل الممكن، واختار الحل الممكن وهو التقليص من خلال الغاء الكتاب الدوله، ونعتبروها احنا خطوه مهمه. عدد ضخم ياسر، 44 عضو حكومه ضخم معناها من الناحيه العمليه، ايضا عنده كلفه ماديه ثقيله شويه ولو انها
نقولوا احنا في وضع خاص مش الوضع من الناحيه الرمزيه ومن ناحيه الواحد هذا التمشي. انا ما نحبش نستبق الحقيقه، ما نحبش نستبق ونصطاد في التفاصيل. انا بالنسبه لي انا وزدت اكد التجربه صاحبي بجملي معناها على امتداد شهرين، انا الاحكام المسبقه عاده ما تطلع منها غلطه. احنا نشوف ما في بجملي تقلبات اللي صارت وافضات المفضات السابقه ذولي اولى، معناها حتى انا من خلال متابعتي الحياة السياسيه على مستوى دولي ما شفتش مره حتى حكومه مشت البرلمان وسقطت. احنا نفتخر يعني صارت سابقه سابقه احنا نفتخر بذلك، لكن هذا افتخار انتباعي. شوفوا لكن الا ثم خلل ما في الجهاز السياسي ماهوش داعي للافتخار ولا الدستور يشتغل. ثم هشاشه تاع رؤى ثم هشاشه طبعا، لكن المره القادمه والجلسه القادمه باش تكون حاسمه، لانه اذا كان نحكيو على اسقاط حكومه فبشي خلينا بالدستور نمشيو الى جزء اخر من السيناريو اللي يقول لك فما بعض الناس حتى ملكي يمكن يستفيدوا اذا ما تصيرش ما تتعديش حكومه وتكون تونس معناها في جانبها تدخل في فوضى وغيره. لكن خلينا نمشيو نفهموا ما معنى حكومه مصغره والتقاطعات الممكنه مع حكومه الاقطاب في تقرير هذا مع جهين الويتي ثم نعود. انطلق رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ اليوم الخميس بصفة رسمية في إجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية حول برنامج حكومته وفريقها الوزاري. ستكون هذه الحكومة نقدر أنا التوفيق في تكوينها، تتكون من فريق مصغر منسجم وجدي يجمع بين الكفاءة والإرادة السياسية القوية والوفاء للثوابت الوطنية ولأهداف ثورتنا المجيدة. حكومة مصغرة، هكذا قال الفخفاخ في أول تصريح له. والحكومة المصغرة هي صيغة في تشكيل الحكومات عادة ما تكون مختلفة عن الحكومات الموسعة التي يفرضها عدداً من التحالفات الواسعة، وتقوم الحكومة المصغرة باختزال الوزارات في عدد قليل نتيجة للأزمة التي تمر بها البلاد، وفي ذات الوقت تستوجب فريقاً متجانساً يدور حول رئيس الحكومة ويجمعهم برنامجاً فيه أولويات محددة وواضحة. وبحثاً عن الحزام السياسي الواسع، بات واضحاً أن المكلف بتشكيل الحكومة سيسعى لتشريك أكبر عدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان محافظاً على ما يعرف بأحزاب الخط الثوري لضمان مرور حكومته بأغلبية مريحة وتفادياً لسيناريو إسقاط الحكومة التي عاشه لحبيب الجملي. فيما يبقى التساؤل حول وزارات السيادة ومدى جدية تحييدها، خاصة مع دعوات كل من التيار الديمقراطي وحركة النهضة الفخفاخ لاحترام نتائج الانتخابات. المهمة ليست سهلة في ظل مشهد برلماني فيه الكثير من التشتت، ولكن في ظل مشهد برلماني أيضا عنده نتائج متاعه وعنده الكتل متاعه الكبرى. نعتقد اللي المفروض الآن أنه يكون فما اتجاه نحو هذه الكتل من أجل نيل الثقة، من أجل توفير حزام سياسي وبرلماني قوي لهذه الحكومة. ومع كل هذه المؤشرات يبقى رهان رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ جدياً بين المراوحة في تشريك أكبر عدد من الأحزاب لضمان حزام سياسي وبين تجسيد فكرة رئيس الجمهورية الداعية لاعتماد على الأقطاب الوزارية المتجانسة. طبعا نرجع نحكيو على البرنامج، وقلنا في بعض التأويلات انه الناس حكيت على تقارب ربما ما بين البرنامج اللي يمكن يقترحه السيد الياس الفخفاخ وبرنامج او مشروع رئيس الجمهورية سيد قيس سعيد، لكن تسريبات اليوم تقول انه ما فماش اقطاب، ما فماش ضم الوزارات، معناها التأويل في علاقة بقرب برنامج سيد قيس سعيد وايضا الياس الفخفاخ يظهر لي معاش عنده اليوم مكانة سي عبد اللطيف العالم. شوف الحديث عن حكومة مصغرة وحديث حقيقة يعني من باب الشعبوية المفرطة والكلام الفارغ، يعني رواتب الوزراء في عام كامل ملياران من جملة 47 ألف مليار
فهذا كلام فارغ. يعني نحن الصناديق الاجتماعية وحدها أعطيناها 370 مليار في السنة الفارطة، تونسير أعطيناها 600 مليار. إذا تحدثنا عن آلاف الوظائف الوهمية في الدولة وعن التفرغ النقابي بالآلاف وعن كل هذا نزيف للمال العمومي، فمسألة حكومة مصغرة ليست هذه من باب حل مشاكل البلاد حقيقة، وإنما هي ضر للرماد في العيون. ولكن بعض الناس يريدون أن يسمعوا كلاما من هذا النوع، حكومة مصغرة يعني لست أدري ماذا، 2 مليارات ماذا ستوفر في العام؟ كنا نفضل أن تكون، لكن رمزيا ما عندهاش وقع، رمزيا فقط مجرد يعني شيء رمزي لا أكثر ولا أقل للتسويق. ما توفرش فلوس على الدولة سي عبد الفتاح المكي. ماذا ستوفر؟ ماذا ستوفر؟ تقليص من كتاب الدولة، سنحكي على سيارات، نحكي على مثلا السيارات الإدارية مثلا 84 ألف سيارة إدارية. أنت كان تعطي الوزير 5 مليون، هو 24 زيرو يجوا 120 مليون، تضربهم في 12 شهر هذوما 14 مليار، 14 مليار هذا النيت، وكان تحسب البروت باش تلقى روحك في 60 70 مليار. قداش حسبت من وزير أنت؟ أنت حسبت 24 برك. أنت وعلى فرض حتى 24 وعلى فرض حتى 14 مليار شهريا. حتى ال 14 مليار هذه يعني لا تعني شيئا بالنسبة لنا. لو يكون مثلا السيارات التقشف، لو احنا نحبوا ندخلوا في حكومه تقشف حقيقيه يلزم نعطوا اشارات حقيقيه. عندك 84 الف سياره اداريه وظيفيه اللي تستهلك ما قيمته 800 مليار، وهذا رقم ضخم جدا، والتقديرات تقول انها ثلاثه اضعاف الحاجه الحقيقيه للاداره التونسيه. لهنا انت بالحق باش توفر موارد للدوله التونسيه. لكن تقليصي كتاب الدوري، خلينا بتقليصي في السيارات الإدارية، كلها الحلقة مرتبطة يعني معناها مش مختلفين. إذا كان نحكيو على تبقى رمزية لا أكثر ولا أقل، هذا يعني اقتصاد دولة، اقتصاد دولة لا يمكن أن يقوم على مجرد تفاصيل كهذه. هذا من ناحية. في أريد أن أعلق على علاقة بمسألة عزل قلب تونس أو إقصاء قلب تونس أو شيء كهذا. شوف في السياسة هذا لا يسمى إقصاء ولا يسمى عزلا. في السياسة لابد دائما من خيارات، في تكوين الحكومات لا بد دائما من خيارات. الحكومات ليست سفينة نوح، دائما يجب أن يكون هناك خيار وتحالف على أساس خيارات معينة، اقتراب في الرؤى والأفكار والمبادئ. وربما فبالتالي حتى إذا لم يدعى قلب تونس أو ائتلاف الكرامة أو غيره فهذا لا يعتبر إقصاء، لا يسمى إقصاء، وإنما هو مجرد اختيار في صف حكومي معين لشخص رئيس الحكومة. لكن ما زال لم يحسم، يعني ما زال مفتوح، يقول لك مشاورات ما زالت مفتوحة قلب تونس. نعم يعني ما زال الخيار، ما نجموش نجزمه أنه قلب تونس خارج من مشاورات سيد الياس فخفيخ اليوم. نعم نحن نصف ما هو واقع الآن إلى حد الآن، الفكرة اللي طرحت إلى حد الآن. وطبعا احنا بالنسبة لنا احنا عندنا موقفنا من قلب تونس، وموقف من الحزب وموقف من الأشخاص. الأشخاص حقيقة عبرتوا على موقفكم هذا في لقاءكم مع الياس فخيخ؟ موقفنا أي موقف معلن ليس اليوم، ولكن موقفنا معلن منذ البداية ولم نغيره. موقفنا من الأشخاص يعني هناك حقيقة أناس في منتهى الرقي والتحضر، ولا نكن لهم إلا كل الاحترام، مثل سي المليكي قدامي، مثل أسامة، مثل السيدة نائبة رئيس المجلس، حقيقة ناس في منتهى الرقي والتحضر والأخلاق. ولكن المسألة تتعلق بموقف من الحزب في ظروف تكوينه وفي شبهة حول رئيسه وما إلى ذلك. فنحن بالتأكيد لدينا موقف، نحن مثلا لن نكون في هذا الاختيار. إذا كان هناك اختيار على قلب تونس سنكون نحن خارج الحكومة، وهذا لا يسمى إقصاء، هذه مسألة خيارات سياسية لا أكثر ولا أقل، ومش إقصاء. أنت تقصيه عندما ترفض أن يكون له وجوده السياسي، أنه يكون حزب، تقصيه وقت لما ترفض باش يدخل الانتخابات وتعمل إلغاء أو ما يسمى بالإقصاء والتحصين وما إلى ذلك. ولكن بالنسبة إلينا طبعا هذا طبيعي، كل حكومة يجب أن يكون لها خياراتها السياسية. منجي الخضراوي، اليوم إذا كان نحكيه على حكومة مصغرة، أنه يكون هذا التواجه في رمزيته ولا حتى في توفير الفلوس اليوم للدولة، إذا كان نحكيه على سيارات ووزرة، وكان معناها النايب وأيضا سي حاتم المليكي كي عملوا الحساب يقول لك راه نجم نوفر فلوس، أما حتى شيء يمكن رمزين تكون اليوم تعطي تصويرة لتونس. 43 وزير برشا في الوضع هذا. هو كنحكيه في الجانب المادي، معناها إذا كان احنا باش تمشي ب 45 وزير باش تبقى فقط 45 في الحكومة بين كتاب دولة ووزراء، كي يبقوا 25 وزير باش يبقى لنا 20 كاتب دولة، شهريات في حدود 3500 دينار، يعني تقريبا 70,000 دينار في الشهر، في الشهر هي شهرية مدرب في كرة القدم. نعم تاع 20 كاتب دولة يعني في العام ممكن 48,000 دينار. 48,000 دينار نأكد لك، هناك من يتجول في سيارة تفوق هذا السعر.
ثم دي بي دي جي في بنوك ياخذوا في 150 الف دينار وفي 200 يعني الحكايه مش هنا. تعرف وين المشكله؟ سامحني اول مشكله وين؟ ها باش نعطيك مثال. وزاره الشؤون الاجتماعيه الوزير ياخذ قرار كاتب الدوله يقول لا ما يمشيش القرار هذا، ووصلت لوزاره الشؤون الاجتماعيه براسين، يعني المكلف بالهجره عنده موقف والوزير عنده موقف. تعطلت في وزاره الخارجيه، في وزاره الشؤون الدينيه، في العديد من الوزارات ولينا عندنا راسين وتعطلت الدوله، ويوصل قرار اللي باش يبقى ساعه يوصل يبقى بالاسبوعين ويبقى بالشهر وبشهرين ويلغى، لانه ثم صراع بين كتاب الدوله والوزراء، خاصه اذا كان كاتب الدوله مدعوم سياسيا مليح يصبح هو احيانا اقوى من الوزير. هذا عطل الدوله. وقت نحكي يعني وقت يقول السيد اليس فخفيخ انه الانسجام مش يقرب حساب الانسجام السياسي، هو هل يعني المساله هذه؟ يحكي احكي على الكفاءه والاراده والانسجام. طبعا اذا كان ثم كاتب دوله حزب قوي ينجم، ووزير احيانا يكون هناك وزراء لا اقل شخصيه من كتاب الدوله يمكن ان يقع. يعني المشكله مش فقط قراءتها من الجانب المادي، يمكن ان توفر ماديا بعض الذي لا يعتبر شانا امام كما قال سي عبد اللطيف الفلوس اللي ضايعه في المال العمومي. احيانا ثم شركات احدثت، شوف البسنه، شركات البسنه في الفوسفات ما عندها حتى معنى، معناها مليارات، احيانا الاف مليارات ضايعه، 2000 مليار ضيعه كيكه ضايعه في الصفقات، في فساد الصفقات العموميه. يعني لهنا كي تشوف انت وقت يحكي على الثوابت الوطنيه والثوره، يعني حكومه مصغره ما يمكن تشبيه بالكوماندو السياسي، يهبطوا عندهم مشاريع معينه باش يشتغلوا عليها بسرعه وبدقه، يفترض فيها مشروع تكون المرجعيه نتاعهم اللي هي الثوابت الوطنيه. شنو هي الثوابت الوطنيه؟ عن حريه المراه والحريات، حريه التعبير والدستور ومكاسب الدوله الوطنيه. والجانب الثاني اللي هو الثوره اللي نشتغلوا في مشكل التشغيل، مشكل البطاله، ومشكل استقلاليه القرار الوطني، وهذا اللي حكى فيه قيس سعيد. وهذوما شنو الركيزتين؟ ركيزه الكفاءه والاراده، ويعي ما يقول انه مشكل الاراده مشكل اساسي. بالتالي اعتقد انه تكون حكومه مصغره تكون اكثر قدره على الانسجام من انها تكون حكومه مواسعه. باهي معايا المساله مش مساله عدد. سي حاتم ليكي وايضا سي مصر في مساله الانسجام اللي يقول معايا منسجمه. اهم حاجه في الحكومه المصغره هو الاثر نتاعها جهويا ومحليا. انا ما تهمنيش مركزيا. اعطيك مثال. تصور انت عندك في ولايه، الولايات من 24 ولايه، كي تعمل انت اقطاب حكوميه على مستوى الوزارات، تصور انت كوالي عندك مدير جهوي مثلا للتنميه الاقتصاديه، عنده الملف نتاع الفلاحه والصناعه والتجاره والصناعات التقليديه والسياحه الكل، اللي الغايه منه راهو، الغايه منه انا تظهر لي جهويا ومحليا اكثر بياسر من وطني. ممكن. مهم ياسر يا منجي، راه خاطر انا كمواطن نعطيك مثال به، هي ما حفره في الكاس. الحفره هذيك تابعه السونيد والستيغ والوناس والبلديه والتجهيز. انت كمواطن تبقى تتفرج فيها والدوله تتفرج في الحفره هذيك، خاطر كان تمس الملف يقولوا لك لا راهو الطريق نتاع التجهيز، التجهيز دي تخدم، يقولوا لا راهو ثم زيغ نتاع الوناس نتاع السونيد. لو كان انت تعمل وزاره تنميه محليه تجي تحط فيها وزاره املاك الدوله، وزاره البيع، وزاره الشؤون المحليه، وتزيدهم التجهيز وتحطهم في وزاره واحده، شو مش ينطبق عليه شيء هذاك؟ جهويا مش يولي فما المدير الجهوي للتنميه المحليه، مدير جهوي للتنميه المحليه قادر ان يتخذ قرار في اصلاح البنيه التحتيه من غير ما يرجع ديكلاسمون تاع تيرا ويعترضوا عليه جماعه املاك الدوله والشؤون العقاريه، ويعاود يمشي لجماعه البيع يقولوا له لا هذا تابع لامبيو وهذه تابع ذيك. طبعا انت تحكي على حفره تقنيا، ما تحكيش على ليبيا وعلى الصفقات العموميه. اهم اهم حاجه تحكي تقنيا سي حاتم المليكي، يعني تقنيا في تم اهم حاجه انك لو كان توصل لو كان توصل تعمل اقطاب وزاريه تصير عليها ديكلينيزون جهويه ومحليه، ناكد لك تونس تخرج من الغرقه بسهوله من هذا. شوف الملفات المتعطله فيما يخص لابي ولابيا والمشاكل تاع المناطق الصناعيه والمناطق السقوية والمشاكل هذيك، احضر مره مجلس جهوي تشوف الخراب اللي عام في البلاد، خاطر فما فراغمونتاسيون تاع الدوله. هذا احضر شنو يطلب هذا يا سي حاتم؟ هذا انك المشكل تعرف وين المشكل وين؟ بسرعه المشكل انك عندك حكومه عندها تصور ولا لا؟ اش معناها باش تعمل تصور؟ اش معناها تلمهم؟ يبدا وزير هو عنده الشؤون الاجتماعيه وعنده الصحه ومش تزيدوا انت الطفوله، مش تزيدوا مثلا المسنين وديوان الاسره والعمران البشري. المشكل وين؟ شنو باش تربح؟ تربح في الوزراء مش تربح؟ مش تربح برشا تنسيق، ولكن يلزمك انت كحكومه كرئيس حكومه عندك اورجانيجرام. اورجانيجرام تفسير لك اضرار بركه البلاد. الاورجانيجرام الاورجانيجرام هو اصعب حاجه على خاطر هي الحكايه. ها احنا الشؤون المحليه والبيع برا طلع عليهم، تلقى على اليمين جماعه البيع وعلى اليسار جماعه الشؤون المحليه يخدموا كانه وزارتين وعندهم نفس يعني يعني الانسجام مش عارفه علاقه بالانسجام. سي مصطفى بن احمد باجراءات مختلفه باجراءات مختلفه. سي مصطفى بن احمد تفضل عندك الف حق.
إذا كان نحكيه على حكومة مصغرة مش في علاقة بالعدد، لكن يقول لك معناها يجب تكون فما خدمة مسألة الانسجام، يقول لك باش ما تقرأ صراعات داخل الوزارة في حمام. هي يلزم ساعة قبل كل شيء الحاجة الباهية في أنه ينقص من عدد الحكومة هي بداية تغيير العقلية، هي عقلية التضخيم والتفخيم ولفورتو. احنا في مؤسسة عمومية ندخلوا بالبالة على أساس باش نحلوا باش نكونوا البتالة، البتالة ونخلقوا بتالة مقنعة، فهمتني؟ والبتالة المقنعة طالت حتى الأجهزة العليا وحتى الأجهزة الحكومية، من غير ما ندخل التفاصيل موافق سي حاتم في اللي قالوا، أما هذا يلزمها عمل معناها في العمق. احنا خاطر وقع يعني الوضع في تونس اليوم نجم الأخطر من 44 وزير، هذا يتبع معناها ماك تعرف أنت من 2011 دخلنا في الزبونية وفي فتحان الباب الإغراق، الإغراق مؤسسة الدولة، إغراق الوظيفة العمومية بآلاف المؤلفة اللي ما يعمل في حتى شيء، فهمتني؟ ما مش يعني المراجعات اليوم ماشي عشرات النقابين شعبتي في قال آلاف. أنا نعرف في الاتحاد ما فوتوش متفرغين في الاتحاد 150 واحد، فهمتني؟ وسلون معناها اتفاق من عام 84 داخلة فيه البي تي وستريكت ما ريسبكتي وفيه رقابة في كل شيء، فهمتني؟ قضية هي تصغر ولا تكبر هي قضية العقلية. احنا عندنا كل شيء لسي عليه لسي فار، وكي تجي تصلح حاجة تقول لك بليش تقصد هذيك ما ثم حاجة معناه لازم يكون فما قرار هو نصلحوا ما يمكن إصلاحه. أنا الرأي هذه خطوة من قبل تردد عليها برشا حكومات، واللي عطلها هي عقلية المحصة وعقلية معناها خلق دي بوست وهميين فرص عمل لإرضاء الأحزاب، حتى في نشوفوا فيها حتى لا يدخل المجلس النواب ولا حاجة يجيب لنا عشيرة مستشارين ويجيب خميسة مصورين ويجيب كذا. هي القضية في قضية العقلية. الحاجة الإيجابية اللي ما نجمش يقدم عليها سي حبيبي جملي قال، وكان فكرة جيدة ياسر، فكرة أنه مش اقتاب يا ولدي يعمل وزارات كبيرة تجميع معناها بمزوز وزارات كبيرة، هذه كلمة اقتاب معناها تتطبق على أشياء أخرى. أخويا أعمل وزارات اختر في هذا كبيرة، سمحني لحظة شعب كثير عايشك، فهمني؟ أعمل أخويا وزارات أم بون إدي فورم، فهمني؟ وحتى اقتصاد في اللغة به الاختر في هذا في منظومة الأقطاب هذه، أنه غدوة وقت اللي يقع لك إضراب في عود باش يقع في وزارة، يقع في ثلاثة وأربعة وخمسة وزارات، صحيح. يبرك البلاد، صحيح. يصيبها بالشلل، هذا من ضمن الأشياء اللي نشكرك برشا سي عبد اللطيف العلوي نائب مجلس النواب الشعب عن تلافي كرامة، وشكرا ليك أيضا سي موسى بن أحمد رئيس كتلة تحية تونس، وسي حاتم المليكي قائد بقلب تونس مجي خضراوي حضورك معنا في الجزء الأخير من البرنامج قسم الرياضة في النصف الساعة الأخير. نحكي أكثر ما يمكن بعد قليل طبعا دور ثاني نهائية كأس أمم أفريقيا كرة اليد، انتصار تونس البارحة المنتخب الجزائري وغدا تونس أنغولا. شوفوا هذا التقرير ثم نعود للجزء مع قسم الرياضة. قاعة رادس كانت البارحة على موعد متجدد مع كان الهونغ. الشو انطلق قبل المباراة بفضل حضور الجماهير الكبير في مشاهد رجعتنا الأجواء مونديال 2005، وأكدت أن بطولة أفريقيا بدأت تدخل في مرحلة الجديات، خاصة كيف نعرف قيمة رهان المباراة اللي باش تكون حاسمة لتحديد هوية المتصدر، بالإضافة لقيمة الدربي التاريخي بين صاحب أكبر عدد من الألقاب القارية المنتخب التونسي وصاحب المرتبة الثانية في الزعامة القارية الفريق الجزائري برصيد 7 ألقاب. الفرنسي ألان بورت مدرب الخضر في مواجهة الفريق السابق يعرف جيدا قاعة رادس، ويعرف الفريق التونسي اللي أشرف على تدريبه من 2009 ل 2013. البداية الموفقة من المنتخب التونسي نجح خلالها في كسب أسبقية زوز أهداف 3-1 للدقيقة السادسة ثم 4-2 للدقيقة التاسعة بفضل نجاعة الظاهرين مصباح الصانعي وأمين بنور. المنتخب الجزائري يدخل في أجواء اللقاء ويتمكن من إدراك التعادل 4-4 ثم 5-5 في منتصف الشوط بفضل تألق الحارس خليفة غضبان والتناغم بينه وبين الجناح الأيسر رياض شحبور في صنع وتجسيم الهجمات المرتدة. السباعي التونسي وجد صعوبة كبيرة في الاعتماد على الهجمة المركزة وفي مغالطة الدفاع الجزائري اللي لعب بانضباط كبير بقيادة الأظهرة مسعود بركوس وعبد الرحيم برياح اللاعب السابق للنجم الساحلي. فترة فراغ المنتخبنا والمنتخب الجزائري يتقدم في النتيجة بجزء أهداف فارق 8-6 ثم 9-7 لحدود 22 دقيقة من زمن الشوط. وسيم هليل مكان مكرم يساوي في حراسة المرمى، والمنتخب الجزائري يخسر خدمات هشام كعباش بالبطاقة الحمراء من ثنائي التحكيم الإسباني بسبب الخشونة الكبيرة. توني جيرونا
يدفع بالثنائي كمال العلويني اللي دخل مكان محمد السوسي لمزيد احكام تنسيق اللعب، والظهير الايسر اسامه الجزيري مكان مصباح الصانعي. استفاقه حاسمه من المنتخب التونسي اللي توفق في مرحله اولى في تعديل 10-10 قبل ما يفتك السكور 12-11 مع نهايه الشوط عبر رمزي المجدوب، والفريق يعتمد على الرواق الايمن نظرا للصلابه الكبيره وحسن تمركز الدفاع الجزائري. في الشوط الثاني المنتخب التونسي يمسك بزبام الامور. البيفو جهاد جبلة محترف كريستان ستاد السويدي شكل عبء ثقيل على الدفاع الجزائري، ومكن أسامة حسني وزملائه أنهم يساعدوا الفارق الأربع أهداف 16-12 ثم 5 أهداف 18-13 لحدود دقيقة 38. الحارس وسيم هلال دخل ذهنيا في المباراة، والزوز أجنحة رمزي المجدوب وأسامة البوغاني نقطة قوة المنتخب يسترجعوا لصق التهديف. ألان بورت يطلب التومور لتعديل أوتار الفريق الجزائري وكسر نسق الهجوم التونسي، وفعلا الفريق الجزائري ينجح في التقليص الى حدود هدف واحد 19-20 في دقيقه 48 بعد فتره فراغ اللي مر بها الفريق التونسي والتسرع الكبير في بناء الهجومات. توني جيرونا يطلب بدوره وقت مستقطع ولو بصفه متاخره. الفريق التونسي يسترجع نسق الهجوم. الحارس وسيم هلال يبدع في التصديات، كمال العلويني يقوم بعمل ممتاز في تنسيق اللعب، واسامه الجزيري بعزف منفرد في زوز مناسبات، لوب في الدقيقة 26 ثم ركوليت في الدقيقة 28، صنعة كبيرة من الجزيري يعطي بها ثقة كبيرة لزملائه باش يكسبوا المباراة 26-22. الخبرة تلعب دورها، الفريق التونسي يحقق المهم في انتظار الأهم ضد أنغولا في نصف النهائي قبل الحديث السابق الأوانه عن مواجهة الفينال. وسيم هلال هو رجل المباراة للمرة الثانية في الكان، حارس المنتخب يخير أنه يمنح الجائزة بدوره لأسامة الجزيري. لقطة تلخص أجواء المنتخب التونسي. مرحبا بكم مرة أخرى في جزء الرياضة، معنا سامي بوعزيز، زميلي سامي بوعزيز من قسم الرياضة. مرحبا بك سامي. مرحبا بك الهام، ومرحبا بكل السادة المشاهدين قاعدين يتابعوا فينا على الوطنية الأولى. وطبعا ضيفك السيد الياس سعيد مدرب ولاعب سابق كرة اليد، مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بكافة السادة المشاهدين، شكرا سامي على الاستضافة. مرحبا بك سي الياس، نقدموه يعني كمدرب ولاعب سابق في كرة اليد، وتقريبا بعد ما شفنا الفيتير لزميلنا طارق الساحي وعمر مالك في المونتاج، يعني عودة على المنتخب الوطني التونسي كقراءات. باش نرجع معك سي الياس سعيد، كيف شفت بردود المنتخب الوطني التونسي ولو انه تقريبا واجهنا بعض المشاكل في الشوط الاول خاصة انه تصرف فيه 12-11 مع اندفاع بدني كبير من المنتخب الجزائري سي الياس؟ والله مبدئيا نجم نقول مبروك مبدئيا ترشح للدور نصف النهائي. نعطيه معلومه للساده المشاهدين، 23 دوره سابقه المنتخب التونسي دائما في المربع الذهبي، 10 تتويجات، 7 مرتبه ثانيه و6 مرتبه ثالثه، معناتها مش جديد على المنتخب الوطني التونسي. المدرب توني جيرار قاعد يلوج على التوليفه ويلوج على التشكيله اللي مش يلعب بها بقيه المقابلات خاصه في الديمي فينال والفينال. تعرف عندنا 18 ملاعب، 16 يدخلوا الميدان واثنين على الدكه في المدارج. قاعد يلوج على التشكيله ينجم يوصل بها على امتداد الكوب دافريكه هذيا. كان شفتوا حكينا سامي في الكواليس، ثم في كل بوست زوز ملاعبيه. هنا باش نعطيو فرصه للمدرب باش يجرب اغلب الملاعبيه باش يوصل للديمي فينال والفينال يكون حاضرين 100%. البدايه الصعيبه للمنتخب الوطني التونسي عشناها مع المنتخب المغربي وكذلك مع المنتخب الكاميروني. تعرف جمعيات في البدايه في وسط قدام جمهورك من الاول نستسهلوا شويه للمنافس، لكن بطبيعه الحال الفريق الوطني التونسي في الشوط الثاني وفي ربع ساعه من الشوط الاول خذا الجوني لا تومور ورجعنا في سكور. المنتخب الوطني التونسي برشا ناس قالوا مش في احسن حالاته الدفاعيه خاصه. تعرف سيليس لاحظنا ثم مشاكل دفاعيه، خلينا نقولوا بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي مشاكل البارح كانت على المستوى الهجومي في الشوط الاول خاصه، ولو شفنا صلابه دفاعيه المنتخب الوطني التونسي هي الاكسبلوا كان البارح المنتخب التونسي سيليس كان على المستوى الصلابه الدفاعيه. صحيح دفاع في مع المنتخب الجزائري كنا ننتظر النتيجه مش تكون في حدود العشرينات من الاهداف على عكس المقابلات الاخرين. دفاع المنتخب الجزائري تعرف اللي كان المنتخب الجزائري يلعب دفاع 3-2-1 دفاع متقدم، لقينا صعوبه وخاصه رطينا بعض الكور في الهجوم خلى التمام من بعض الشيء من مداء المنتخب الوطني التونسي، لكن استفاقه على المستوى الهجوم وخاصه بدخول الجزائري في الشوط الثاني وتصديات وسيم هلال في المرمى
خلى الفريق القومي ياخذ سكور ويرجع في النتيجه. الدفاع المنتخب التونسي بدا ب 6-0، يعتمد في لاكس سنترال على شويرف السوسي والجزيري. إذا يتغير الدفاع مش يدخل خالد الحجوس، نولي نلعب دفاع 5-1 حسب معطيات المقابلة وحسب النجاعة الهجومية للمنتخب الجزائري. عندنا الحلول الكل على المستوى الدفاعي، سواء نلعب 5-1 وممكن يكون 5-1 أفونسيل قدام على حامل الكرة، حتى 6-0 في بعض الأحيان نوصلوا خارج التسعة أمتار. الحلول الدفاعية موجودة، متهنين على المستوى الدفاعي خاصة على مستوى حراسة المرمى. قلنا في بعض الأوقات نلقاو بعض السلبيات على مستوى الكوميونيكاسيون وتبادل المراكز خاصه في الكروزمون اللي عملناه المنتخب الجزائري، قلقنا شويه دوبل الكروزمون وكروزمون خاصه بين الاظهر قلقنا شويه مع تروشيك مع التمور اللي خذاه المدرب مع الكوميونيكاسيون بين الاولاد. بحاول الله ما نلقاوش صعوبه ندخلوا كاين الماتش الانغولا، مانيش نلقاو صعوبه مع المنتخب الانغولي. نعرف سلياس المنتخب الوطني التونسي، خلينا نقولوا انتصاره البارح ب 26 مقابل 22 على حساب المنتخب الجزائري، ديربي صعيب برشا. تقريبا البيرفورمانس نتاع جارديان تقريبا عمره 38 سنه، نتاع جارديان 4 سنوات كان غايب على المنتخب الوطني التونسي، وانا نقصد لنا وسيم هلال تقريبا هو اللي اعطى الروح البارح بالتصديات نتاعو، خاصه تصديات في ديربي يعني تعطي الروح للمنتخب الوطني التونسي وروح الانتصاريه، خليت وسيم هلال هو الرجل المقابله البارح تقريبا صافي لونتون على وسيم هلال، ومش بالسهل خاصه انه ترجع فورما وقت اللي كانت غايبه عليك 4 سنوات وغارديان في العمر هذاك 38 سنه. البارح اكد وسيم هلال انه عمر الغارديان مش موجود في كره اليد. لا اذا كنا نحكي على العمر يوصل حتى ل 41 يوصل 42 ويزيد اكثر خبره واكثر اكسبيريونس. بالنسبه لوسيم هلال يتوج احسن هداف احسن لاعب في مقابله الراس الاخضر، والبارح يكون احسن لاعب بطبيعه ثم كما نقولوا احنا كل رد الاعتبار لوسيم هلال اللي هو قيمه ثابته بن اتحاد التميم المونستيري لعب في الترجي عنده خبره. تعرف الكيب ناسيونال كانت متكونه من وسيم هلال مكرم المساوي ومروان مقايز، ثلاثه حراس من خيره معنا. بعد 4 سنوات كي رجع كنت انا قابلته في صاله حمامات في مقابله اوكرانيا، اكد اني هذا بالنسبه ليه رهان اخر، ما تقولش عليه وليد صغير جيعان كره حاب يبرهن اللي هو من طينه الحراس الكبار، برافو ليه. كذلك مكرم الميساوي زاد كل ما يكون موجود قائد المنتخب يكون حاضر. بالنسبه للستاتستيك معناتها ثم قرابه 45% نسبه التصديات بين مكرم ميساوي ووسيم هلال، وهذا مش بالشيء الهين على المنتخب. نعرف الضمانات والطمانينه بالنسبه لحارس المرمى، اي دفاع مش هلعبها دفاع 5-1 عندنا التير معناتها من ليزاريير ينجم يكون حراس موجودين، عزون نجم يكون موجودين، الحارس ينحي لك كره ويماركي لك كره ثانيه، يعني قوه حارس مرمى سامي كما تعرف انت معناتها قيمه ثابته، والحمد لله عندنا زوج حراس نجموا نطمنوا عليهم في مخبة انغولا ومنتخب المصري. طبعا وسامي تذكروا بالنتيجه البارح كانت 26-22 بين تونس وزير، كان متوقع انه تونس ممكن تكون نتيجه خير من هكا، انتم متابعين ومختصين في هذا الشان. الهام صحيح راهو كي تشوف دربيات خاصه تونس المغرب تونس الجزائر ديربيات صعيبه برشا، تونس مصر ايضا يعني المقابلات صعيبه، وقت تاخذ ليكار نتاع 4 نقاط وتعرف كيفاش بلغه كره اليد تقدم الماتش نتاعك يعني حاجه ممتازه جدا. راهو ديربيات ما تلقاش فيها الفرق شاسعه، ويعرف حتى سيريس ما تلقاش 8 اهداف 6 اهداف 7 اهداف، ديما تلقى في الانترفال نتاع 4 بونت و3 بونت و2 بونت، خاطر ممكن ماتش سري، هو ديما ماتشات سري ديما ديربيات في الهون بين تونس المغرب كان ديربي المغرب العربي سما تونس ديربي المغرب ديربي الروبورتاج الثاني سامي قبل الروبورتاج اللي هي مش نقولوا مش نذكروا بالمسابقه نذكروا بالمسابقه باهي سامي على الصفحه الرسميه للتلفزه التونسيه فما المسابقه، وانتم متابعي الرياضه محبي الرياضه على القناه الوطنيه الاولى في كان الهوند تنجموا تشجعوا النسور وتربحوا المريول. علاش قلنا تربحوا المريول؟ المسابقه هذه تدخلوا على صفحه الرسميه للتلفزه التونسيه تشجعوا نسور كره في كاس افريقيا وتربحوا زوز مريول للمنتخب من اهداء التلفزه التونسيه. جوست تعملوا خمسة مريول يعني في النهائي بين نصف النهائي وبين النهائي هو يعني هو في الكل 10 يعني مريول للربح تقريبا 10 مريول للربح من نصيب 5 مشجعين. الاعلان باش يكون على اسماء الفايزين غدوة في الاستوديو التحليلي نتاعكم الخمسه نتاع العشرين. المسابقه هذه باش نلقاوها في الدور نصف النهائي وفي الدور النهائي ايضا، يعني 20 مريول على ذمه محبي المنتخب. شاركوا وشجعوا مليح المنتخب وان شاء الله يا ربي يكون الربح من نصيبكم. نحب نذكركم
بعمليه المشاركه كيفاش تكون تعملوا جامد تبارتاجيو وتكتبوا تعليق تشجعوا به الفريق التونسي في النصف النهائي امام انغولا وبعد حسب التعليقات واكثر لي بارتاج هما اللي باش يكونوا رابحين المريول هذو وتتعدل الريبورتاج نتاعك. الريبورتاج نتاعنا كما ما قدمنا مباراه تونس الجزائر في دربي فما مباراه اخرى تلعبت البارح لقاء مصر انغولا وفات على نتيجه 33-26 المنتخب المصري. نمشيو للفيتير مع عاطف الجبالي وعمر مالك في المونتاج. منافسنا في النصف النهائي المنتخب الأنغولي واللي من المتوقع نقابلوه في النهائي المنتخب المصري لو كل شيء مشي على ما يرام قابلوا عشية الأربعاء في لقاء كانت فرصة للإطار الفني التونسي لمتابعة عن قرب منافسينا في مباراة كانت في بدايتها متكافئة بين زوج فرق قبل ما يفرض المنتخب المصري النسق متاعه أو آخر الشوط الأول بفضل تماسكه الدفاعي واللي خلى المنتخب الأنغولي يقوم بعدة أخطاء فنية على مستوى الهجوم لينتهي الشوط الأول فارق 3 نقاط لصالح الفراعنة. الشوط الثاني دخلوا المنتخب المصري بأكثر جدية وواقعية في الهجوم يساعد الفارق طوال رداهية الشوط بل ما يفكر في إراحة كوادر الفريق على غرار لاعب دينامو بوخارست هاشم ممدوح. حتى البديل وسام نوار قدم مردود ممتاز خلى نتيجة تنتهي لصالح الفراعنة 33-26. أهم الاستنتاجات اللي نخرجوا بها من هاللقاء هي القوة الهجومية اللي وراها المنتخب الأنغولي تسجيله 26 هدف وهو ما لازم يقرأ له مدرب المنتخب جيرونا ألف حساب بما أنه الهدف اللي وضعه الفني الإسباني منذ مقابلة الكامرون بعدم قبول أكثر من 24 هدف في كل مباراة. سوسي أنه المنتخب المصري اللي قبل 26 هدف ضد أنغولا كان عنده أفضل خط دفاع قبل المباراة قيادة لاعب الأهلي إبراهيم المصري قبوله كان 77 هدف أي بمعدل 19 هدف في كل مقابلة هذا بالإضافة إلى تشريك أكبر عدد ممكن من اللاعبين رغم أنه الإطار الفني مازال ما حسمش أمره في معاوض الغائب البارز إسلام حسن. نهار الجمعة نلقاو المنتخب الأنغولي في النصف النهائي اللي يبلغ المربع الذهبي للمرة السابعة في تاريخه آخرها النسخة الفارتة واللي تأهل من خلالها البطولة العالم في الدنمارك وبالتالي الفني فيليب كروز يمتلك مجموعة لا بأس بها تحترف مغربها في البرتغال قادر على احداث المفاجاه في اي لحظه على غرار الانتصار التاريخي ضد قطر في المونديال الاخير فحص سعيد لمنتخبنا وان شاء الله ورقه نهائي في المكتوب دون اي مفاجات غير ساره. طبعا رجعنا سامي بوعزيز وضيفك سيد الياس سعيد المدرب السابق باش نحكيو على انغولا اللي هو غدوه باش يكون منافسنا هكا ولا سين غدوه منافسنا في ان شاء الله في النصف النهائي ضد المنتخب الوطني التونسي في قاعه متعدده الاختصاصات في رادس. كيف ترى سيلياس حظوظنا ضد المنتخب الانغولي؟ هل انه مازلنا في كره اليد كما كره القدم نقولوا ثم منتخبات تطورت في الهوند كما في الفوت ولا المنتخب الانغولي يبقى منافس يعني سهل بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي؟ هو كما كنا نشوفوا الفيتير المنتخب الانغولي سادس مره يكون في الدور النصف النهائي وقاعد تتطور على غرار كره اليد في انغولا لكن ما نحكيوش على انه مش يحدث المفاجاه بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي احنا نحكيو تو على النهائي مع مصر لكن هذا ما يمنعش ان يزن المدرب الوطني التونسي يعرف كيفاش يجري للمقابله يعرف كيفاش يشارك الملاعبيه الكل لانه تعرف الكوب دافريك الاخرانيه ربحنا المنتخب المصري بعد ما تعب في الديمي فينال مع المغرب ولعب فريق كامل قرابه 90 دقيقه المدرب الوطني انطونيو غودوا كان عشنا مش يحاول يشارك كما العاده ال 16 ملاعبي مش يحاول يرتح الماكسيموم بعض الملاعبيه للفينال ان شاء الله الكره تمشي معانا وناخذوا سكور كبير باش نرتحوا اكثر ملاعبيه للفينال تعرف نهار الجمعه وبعد وراح بنهار نلعبوا الفينال نهار الاحد دونك الجيستيون دو جروب جيستيون نتاع الملاعبيه عنده دور كبير وجاهزيه ملاعبيه خاصه كي ناخذوا سكور الكبير تعرف هون ثم باساج فيد تمر بها الفريق اي قيمه الفريق احنا ماذا بينا كي الباساج فيد كي تصير يكون سكور كبير هكاك باش ما يبعثرش اوراق المدرب ويخليه يعتمد على اكثر وقت ممكن بعض الملاعبيه التشكيله براتيكمو حاضره نتاع المنتخب الوطني التونسي الثمانيه حاضرين العشره حاضرين تغييرات بسيطه في بعض المراكز حسب الجاهزيه كما قلت لك دفاعنا مش يكون نفسه هو 0-6 ثم يتغير حسب المعطيات يدفع 5-1 ضاغط على حامل الكره التشكيله كما حكينا قبل واضحه بالنسبه للمدرب الجاهزيه البدنيه نخافوا من بعض الاصابات من المنتخب الانغولي عنده اندفاع كبير اذا كان نحكيه على سيدي
على الاحصائيات. الاحصائيات اي فيما يخص الاحصائيات، المنتخب التونسي في الدور الاول والدور الرئيسي كان احسن خط هجوم ب 179 هدف بمعدل 35.8 هدف في كل مقابله، كان هو الاول دفاعيا، كان الثاني بعد مصر بمعدل 22.8 في كل مقابله قبل 114 هدف. احسن هداف المنتخب الوطني التونسي اسامه البوغانبي ب 34 هدف. هذوما احصائيات تخلينا نقول المنتخب الوطني التونسي غدوه كان عشنا مش يلعب اكثر على كما نقولوا احنا التشكيله اللي مش يلقاها والتوليفه اللي مش يلقاها باش يلعب بها ضد المنتخب المصري. الكلمه ليك سامي. في المقابله اي المقابله الاخرى بين في الدربي بين الجزائر مصر، شكون تتمنى خلينا نقولوا في صورة انه ان شاء الله المنتخب الوطني التونسي يتعدى وان شاء الله يتعدى للمره 18 في تاريخه اللي هي كاس امم افريقيا، شكون الافضل تراه؟ انا مش نقول شكون الافضل، نقول نتمنى نجيو نلعبوا مع الجزائر لان عندنا عليها اسبقيه، لكن سوى الجزائر او مصر الكلنا احنا متاهلين للتتويج، الكلنا مستعدين للتتويج، لانه اللي يحب يهز التيتر ويمشي للعب الاولمبيه سوى الجزائر او مصر احنا حول الله فابوري عليهم في ميداننا في جمهورنا. نحب نشكر الجمهور البارح فريمون حسيت روحي في طاير بك الجمهور بك الامبيونس الحلوه اللي يعطي دفعه كبير للملاعبيه ويعطيهم شحنه كبيره. انا كنت ملاعبي كي نلقى صاله فارغه ما نعطيش 100%، كي نلقى الجمهور بك الكيفيه ذيك وكل الامبيونس وكل الانيماسيون في القاعه حاجه حلوه. كلمه على الجمهور، كلموني برشا وخيان من منزل تميم فيما يخص رفيق باشا ابن اتحاد منزل تميم، لعب في الحمامات مش ابن الحمامات، هذه حبيت نوصلها حبه كرة اليد في مسلمين، وان شاء الله غدوه كان عشنا منتخب الانغولي وتونسي ونترشحوا للفينال ان شاء الله. تحيه ليك وتحيه الرفيق باشا لاعب المنتخب الوطني التونسي. الهام تقريبا باش نقولوا قبل ما نفي يعني نستوفيوا الفقره الرياضيه ذي البرنامج تاع اليوم، تقريبا الصوره بقات في بالي في كان 2020 النسخه 24 تاع تونس هي لقطه وسيم هلال. وسيم هلال الوقت اللي اختاروه يعني افضل لاعب يعني في مباراه تونس الجزائر، اش عمل الهام؟ اعطى الكادو نتاع افضل لاعب لاسامه الجزيري، تقريبا محافظه على المعنويات مهمه جدا، صوره تبقى في البال من كان 2020 طبعا. وهذا المطلوب اليوم في نسور قرطاج. نحب نذكركم مره اخرى تدخلوا للصفحه الرسميه للتلفزه التونسيه تعاودوا تشاركوا في كان الهوند، شجعوا النسور وربحوا المريول على خاطر فما تقريبا 10 مليون ربح من نصيب خمسه مشجعين، والدور النصف النهائي والدور النهائي يوصل 20 مريول للمنتخب. خمسه في الفينال وخمسه في الديمي فينال. والعمليه سهله برشا، تدخلوا الباج الرسميه الصفحه الرسميه للتلفزه التونسيه، تعملوا جيم، تعملوا بارتاج وتكتبوا سيرتو كومنتير به تعليق به تشجعوا به المنتخب التونسي. ان شاء الله يا ربي مربوحه غدوه هكا ولا يصير. ان شاء الله ان شاء الله زينه يا ربي ان شاء الله. شكرا لك سيدي. كنت تقول كلمه سيدي الحدث الافريقي حدث هام في تونس. والمندوبيه الجهويه للشباب والرياضه بنابل السيده عقيله بالطيب عملنا الهوند بال ستريت في الشارع احتفاليه وكرنفال كبير في الكابون وصار في اللافيني هنا في تونس. هذا ايش نحبوه؟ حدث رياضي وحدث تنشيطي ونرغبوا الصغار في كره اليد، وهذا المهم باش تكبر القاعده نتاع كره اليد. خاصه المنتخب قاعد يشرف فينا وان شاء الله يواصل على هذا النسق. شكرا ليك الياس سعيد مدرب ولاعب سابق كره اليد، شكرا ليك زيده سامي ابو عزيز من قسم الرياضه، بالتوفيق لكم برشا خدمه الايامات هذيا. نستناو لكم غدوة طبعا الخمسة متاع العشية عندكم موعد في مواكبة الماتش تونس، إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب التونسي. صباح الخير في الأمان.